زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النصف الاول من حلقتنا بيبقى مجموعه من الاخبار كما تعودنا وتعليقنا عليها، وكمان بيبقى النصف الثاني فقره حواريه. الحقيقه فقرتنا النهارده عن كره السله، يعني تحديدا فريق 16 سنه كره سله ناشئين في النادي الاهلي. هذا الفريق ليه قصة كده، خليني احكيها لكم سريعا قبل ما نعرفكم عليهم ونقول لكم انجازهم النهارده كان ايه. الفريق ده كان من سنتين كان تحت 14، انتوا عارفين في الاعمار السنيه دايما في كره السله 14 16 18 20. 14 سنه كان هذا الفريق اللي هو مواليد 2008، كانوا يعني هم الكبار او هو الفريق الكبير في تحت 14. وكان ليهم يعني تجربه مش لطيفه، كانوا في منطقه القاهره ما كانوش كويسين قوي، طلعوا الفاينلز بالعافيه، يعني انا فاكر الفتره دي بقى على حساب مصر التامين بعد ما لعبوا بيست اوف 3 ثلاث مباريات، كسبوا 2 وخسروا 1 بالشق الانفس، طلعوا الفاينلز خدوا 3 على 4 فرق، طلعوا الجمهوريه اخدوا 6. ده كان وضع الفريق ده. خليني اقول لكم ازاي النادي الاهلي بيعمل ترانسفير، ازاي النادي الاهلي بيحاول او بيغير، حتى الكلام اللي بيحصل في الدرجه الاولى بيحصل على مستوى قطاع الناشئين. الفريق ده جه طبعا السنه اللي فاتت اشتغلوا في مجموعه صعدت مع 2007 لعبوا تحت 16، وفي مجموعه خدوهم فريق به واشتغل عليهم معاهم النادي الاهلي على مدار سنه او سنه ونص، ومع بدايه الموسم تعاقد النادي الاهلي مع احد المدربين الجدد الشباب اللي طبعا صاعد بسرعه الصاروخ، محمد مجدي ابو فريخه. تعاقدوا معاه وجه مسك الفريق. طبعا النهارده كانت تجربه ان الفريق يعني بالنسبة لأقرانه من الفرق هو متأخر، فالنهاردة دي تجربة صعبة إن أنت النهاردة جاي تمسك فريق أنت عارف إنه كان لما كان هو كبير الفرقة أو كان السن ده هو اللي شايل ثالث المنطقة وسادس جمهورية. فالفريق بدأ مع كابتن محمد مجدي الصيف، اشتغلوا مع بعض، عملوا شغل كويس، استعدوا. الجميل هنا بقى إنه فازوا ببطولة القاهرة بدون ولا هزيمة، بفارق عن كل فرقه من الفرق اللي كانت بتكسبهم من سنتين فارق على الاقل 20-25 نقطه، وقد يزيد في بعض الاحوال. طبعا التاهل بكل سهوله، في الفاينلز لعبوا دورتين مجمعتين 6 مباريات فازوا بالكل. في سنتين النادي الاهلي نجح انه يعمل ترانسفير في فريق بعيد عن البطوله ما بينافس لفريق بطل منطقه القاهره منفردا بعد ما كان ثالث القاهره، بقى اول القاهره بدون ولا هزيمه، وان شاء الله في الجمهوريه بالمتابعه كده لا الفريق ده يقدر ياخد الجمهورية، وكمان سبق الفرق الاسكندرية بنسبة كبيرة إن شاء الله، بس يتبقى 3-4 شهور لسه على بطولة الجمهورية. فالفريق ده هيكون ضيفنا النهاردة، هيكون معانا كابتن محمد مجدي أبو فريخة المدير الفني اللي نجح إنه يعمل الترانسفير ده مع فرقته، ومعانا أربعة من نجوم الفريق، هيكون معانا أدهم علاء وأسعد هنداوي وبلال صهيب وعبد الله هيثم. الأربعة هيكونوا معانا هنتكلم معاهم هنعرفكم بيهم أطول أكتر. الفرقة دي ميزتها فيها أطوال وفيها مهارات كتيرة، استطاع كابتن محمد مجدي أبو فريخة أنه يستعيد اكتشافها تاني بدعم من النادي الأهلي كإدارة النشاط الرياضي ومجلس الإدارة. نروح لأخبارنا، هنبتدي بكرة اليد. عندنا منتخب مصر سافر منذ ساعات قليلة إلى الدنمارك لمشاركة في الأول عشان يلعبوا الدوري الذهبي. طبعا الفرق أو في أوروبا لما بيخشوا على بطولات افريقيا، لان طبعا في توقف دولي في كره اليد، المنتخب بيستعد لبطوله افريقيا، وبالتالي المنتخبات الاوروبيه بتستعد ايضا لبطوله اوروبا. فالفرق العظمى في كره اليد دي بتنظم بطولات وديه وبيستدعوا او بيقدموا دعاوى للفرق القويه على مستوى العالم. طبعا منتخبنا رابع اولمبياد واحد افضل الفرق في العالم، فتوجهت له دعوه. فالدوري الذهبي ده هيكون في زي ما قلت لحضراتكم في الدنمارك، وطبعا بيقود منتخبنا خوان كارلوس باستور المدير الفني. طبعا ده اجتماع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي في المركز الاولمبي، وراه الاستاذ محمود فوزي المتحدث الرسمي، وبيلتقى مع اللعيبه، ده علي زين طبعا نجمنا المحترف باوروبا، اتقابل معاهم قبل سفرهم للدنمارك. البطوله هتتلعب من 4 ل 8 يناير اللي احنا فيه. في سداسي من النادي الاهلي موجود مع المنتخب، ابراهيم المصري، عبد الرحمن فيصل، احمد عادل، محسن رمضان، احمد هشام سيسه، واحمد خيري، دول اللعيب ده منتخب مصر طبعا، وسته من منتخب مصر من اصل 18 موجودين مع منتخب مصر. فالنهارده بتتكلم 33% من قوام الفريق من منتخب من النادي الاهلي، وطبعا هتلاقي 33 زيهم او اكتر المحترفين، والباقي ياتي غالبا من نادي الزمالك. طيب المنتخب هيلاعب اول ماتش ليه في البطوله بكره قدام هولندا، ماتش صعب، وهيلعب بعد كده الدنمارك يوم الجمعه، وكمان هيلعب ان شاء الله يوم السبت قدام النرويج، ثلاث ماتشات جامدين جدا، واكيد دول خير استعداد لبطولة افريقيا القادمه اللي هتتلعب في مصر ان شاء الله في
في من 17 ل 27 يناير في نفس التوقيت، او هيكون في اوفرلاب حاجه بسيطه مع بطوله الامم الافريقيه لكره القدم. يناير فيها شغل كتير يعني لمنتخبات مصر، خاصه اليد اللعبه الشعبيه الاولى الثانيه، والقدم اللعبه الشعبيه الاولى اللي بيلعبوا بطوله افريقيا للفريقين. كل التوفيق اكيد لمنتخب مصر في كره اليد. طيب بفكركم مجموعتنا في بطوله افريقيا لكره اليد مع المنتخب، مجموعتنا غينيا، الكاميرون، كونغو برازافيل، ومصر. دي هتبقى مجموعتنا في امم افريقيا. هنروح من كرة اليد لكرة السلة اللي بيلعبوا دلوقتي نهائي البطولة العربية في صالة رقم 2 في مجمع الصالات، مصر وليبيا. انتهت الفترة الثانية بفارق نقطة واحدة لمنتخب مصر، وفي تحول كبير جدا استطاع منتخب مصر ينهي الفترة الثالثة منذ لحظات لكرة السلة بفرق 20 نقطة، 67-47، فرق 19 نقطة في 77-53 دلوقتي في الفترة الرابعة. ترانسفير كبير جدا جدا وتغير في الروح والأداء بيقود المنتخب كابتن وائل بدر، كابتن سولي، المدربين معهم كابتن رامي جنيدي كمان مدرب المنتخب يقوده مجموعة من الشباب. ليبيا مجنسة مجموعة من اللاعبين، ليبيا أقصت تونس من قبل النهائي ومصر أقصت الإمارات من قبل النهائي. ليبيا عملت مفاجأة كبيرة بإكساب المنتخب التونسي فرق 6 نقاط، تألق في مباراة قبل النهائي مع الإمارات لاعبنا عمرو الجندي اللي كان بيقول أنا بعتزل دولي. النهاردة عمرو الجندي أفضل لاعب أداء هجوما في منتخب مصر، وحط في مباراة يعني الإمارات 27 نقطة، ومتألق دلوقتي في مباراة، ده كابتن وائل بدر المدير الفني، ومتألق أيضا في مباراة دلوقتي مع ليبيا. كل الأنباء عمرو الجندي طبعا هو بيدافع في أحد الهجمات لمنتخب الإمارات في المباراة الماضية. عايز اقول لكم انه عمرو الجندي عامل يعني اداء رائع. احنا لما عمرو الجندي اعتزل دولي واستضفناه قلنا له احنا بنحترم رغبتك، ولكن احنا شايفين انه لسه بدري. طالما قادر تدي عمرو، انت 32 سنه 33 سنه ولا حاجه، انت لسه عندك 3 4 سنين لغايه 37-38 سنه تلعب منتخب مصر. خلاص الفكر اتغير، طول ما انت شايل فرقتك في النادي، طول ما انت واقف على رجلك خلاص. فعمرو الجندي النهارده بيأدي اداء كبير جدا جدا. منتخب مصر فاز على الامارات زي ما قلت لحضراتكم 114-78 في المباراه قبل النهائي. منتخب مصر بيضم 5 لاعبين من النادي الاهلي، عمرو الجندي، هاب امين، كريم حاتم، عمر طارق، عمرو زهران. ربنا يشفيه طبعا عمرو زهران، تعرض لاصابه رباط صليبي في مباراته مع منتخب تونس في التصفيات، وزي ما جبناه في الحلقه اللي فاتت وسالنا على اخباره، هو بيعمل علاج طبيعي دلوقتي عشان بيقوي العضله قبل العمليه وعشان الرشح يقل، وان شاء الله هيعملها مع احد اكبر الدكاتره اللي موجودين في مصر عشان الوقت والسرعه. انتوا عارفين طبعا تاشيرات بره بتاخد وقت والقصه والحكايه، عندنا هنا اكبر دكاتره في مصر ويعني عملوا لعشرات الالاف من اللعيبه يعني عمليات مختلفه، فما فيش اي مشكله خالص عندنا في مصر في الناحيه دي. كل التوفيق لمنتخب مصر، اتمنى فوز بالبطوله العربيه. احنا بالمناسبه منتخب مصر هو يعني المنتخب التاريخي بالفوز بالبطولات العربيه، كان ليه الشرف الفوز ب يعني بطولتين ثلاثه من دول من اصل 12 بطوله منتخب مصر فاز بيهم. منتخب مصر هو الفائز او الفائز التاريخي للبطوله العربيه للمنتخبات. احنا ما بنتكلمش هنا عن عن الالعاب العربيه، بنتكلم عن الامم العربيه. الالعاب العربيه قصه ثانيه، بتبقى بتضم كل الالعاب، وبرده كان ليا الشرف ان انا اخذت ميداليتين، واحده في الجزائر واحده في الاردن كالعاب عربيه ذهب. ولكن الامم العربيه كتير فزنا بيها، وكانت غالبا بتقام في لبنان في فتره اللي كنت بلعب فيها الحقيقه. طيب هنروح للكره الطائره والدوري المصري، وزي ما حضراتكم عارفين لجنه المسابقات بقياده كابتن عصام انور في اتحاد الكره الطائره الحقيقه راكبه القطر وبتجري غير السنين اللي فاتت. طب ليه بقى؟ عندنا اولمبياد. اه والله زي ما بقولوا كده. طب ايه يا كابتن انت يعني بتضحك ليه؟ السنه اللي فاتت واللي قبليها اتحاد الكره الطائره استحدث يعني ما بين الدور التمهيدي والنور والدور الفاينل استحدث بطوله كده اسمها الدور الترتيبي، حاجه كده كانت غريبه شويه واحنا انتقدناها. احنا في الوقت اللي لما بيبقى في حاجه بتتعمل في اتحاد كويسه احنا بنشيد بيها، حاجه بننتقد من باب المصلحه وليس من باب حاجه من شيء تاني او حاجه تاني. فقلنا يا جماعه الدور ده ملوش لازمه، ما خلاص الفرقه تاهلت ابتدي البلاي اوف بتاعك. بس هو كان بعض يعني الاقلام قالت وبعض النقاد قالوا انه ده كان اداه من الادوات انه يطول الموسم. ليه بقى؟ الله اعلم. يعني مش عايزين نتكلم في الموضوع ده بقى عشان فرقه تانية تلحق تجيب المحترفين والكلام ده كله. بس ايه، بس يعني ماشي السنه دي بقى مفيش الكلام ده، مش هننفع نطول. ليه بقى؟ لانه عندنا اولمبياد، اولمبياد في شهر 7-8 لازم تكون يا باشا وعندك وعندك استضافه يعني عندك حدوت اجنده دوليه، فلازم بسرعه. وعندك النهارده بطوله افريقيا للانديه اللي هتبقى في مصر.
وعلى صاله الامير عبد الله الفيصل يستضيف النادي الاهلي رجال وسيدات. فالنهارده الرجال لازم بسرعه، فالدور التمهيدي الاولاني خلص، دخلنا على الدور الثاني، خدنا ثلاث فرق من اصل سته، والمجموعه الثانيه ثلاث فرق من اصل سته وضمناهم على بعض بقى ست فرق. بس انت مش هتلاعب الفرق اللي انت طالع منها معاها، هتلاعب الفرق الناحيه الثانيه. طب مجموعتك مين وهتلاعب مين؟ احنا الاهلي جه على راس المجموعه الثانيه، معانا سبورتنج، بتروجيت، سموحه، الترسانه، القناه. بس هنلاعب مين؟ هنلاعب سبورتنج وسموحه والقناه بس. ليه؟ دول الثلاثه اللي جايين من الناحيه الثانيه، الاثنين اللي انت طالع بيهم مش هتلاعبهم. بالدور ده هيبقى الماتشات اصعب شويه، لان انت بتلاعب اول ثاني ثالث في المجموعه الثانيه، مش هتلاعب بقى رابع خامس سادس. فالمباريات بقت ليفل اصعب شويه او اعلى شويه. وبعد ما نخلص الدور ده يا باشا هتخش على طول على البلاي اوف والادوار الاقصائيه. اتصور على شهر 4 قبل بطوله افريقيا هيكون الاتحاد المصري والبطولات المحليه. شكرا، سلام عليكم. ليه؟ هيبقى نهايه الموسم هتبقى عبد الرحمن طبعا عبو تلاتات الفرقه الله اكبر عليه في حاله جيده جدا جدا. طيب اتصور على شهر 4 الحسيني طبعا، على شهر 4 هيبقى كل الدنيا قفلت وقفلنا ورقنا والطايره. شكرا. يعني حسام يوسف طبعا صانع العاب، انا الواحد بيحب احمد صلاح يعني اللعيبه والله، انا والصور شغاله لازم اوقف يعني اقول اساميهم. اللعيبه رجاله، لعيبه قماشه ثانيه، لعيبه الطايره دي بصراحه يعني الماسترز دول يعني حاجه، يعني ربنا يحفظهم يا رب ويمنع عنهم الاصابات. طبعا حضراتكم مش محتاج افكركم في جهاز فني جديد يعني مع كرة الطائرة، أسباني شغال مع الفرقة بشكل جيد، منذ طبعا شغال بشكل كويس، طبعا عبد الله عبد السلام نجمنا. كل الصور دي بنطمنكم كده بطريق غير مباشر على فرقتنا الحمد لله، لأن مفيش لعيبة هتعمل الحركات دي وهتبقى عندها مشكلة أو إصابة. ربنا يوفق اللعيبة. أول ماتش إن شاء الله يوم الجمعة الجاية هيبقى مع قناة في صالة هي قناة السويس، هتلعب الثلاث ماتشات أو الستة دول بسرعة، بعد كده تخش على البلاي أوف. حتى الان المتفرق طبعا، وخلينا نبقى واضحين وصريحين مع بعض، ما تحطش في اختبار حقيقي، ولكن اختبارات متوسطه اللي اتحط فيها نجح فيها وباقتدار، ولكن يتبقى الفاينلز هي مع نادي الزمالك. الكره الطايره واليد موضوع مختلف، اهلي زمالك. ان شاء الله السنه دي باذن الله يعني الثلاث بطولات عايزينهم او اربعه، لو في سوبر المصري عايزينه، وعايزين ان شاء الله الدوري والكاس، وعايزين كاس افريقيا. الاربعه دول ان شاء الله عشان يبقى بيصالحوا جمهورهم عن الموسمين الماضيين باذن الله، برغم ان الموسم الماضي ما كانش صفري لما استعرضنا مع حضراتكم. الموسم اللي فات كان فيه بطوله عربيه وكان فيه سوبر المصري، والسوبر المصري كان من نادي الزمالك. فالسنه اللي فات الموسم اللي فات ما كانش موسم صفري على الاطلاق، ولكن احنا الماسترز بالنسبه لنا هو كل البطولات، عايزين نشوفهم في المركز الاول. وده اللي انا بقول لكم عليه، النادي الاهلي دايما بيلعب على المركز الاول. الفريق اللي هنستضيفه بقى بعد كده هتشوفوا التحول اللي حصل من ثالث قاهره في سنتين يبقى اول قاهره بدون ولا هزيمه، اللي ان شاء الله بطوله الجمهوريه اللي جايه باذنك يا رب يعملوا اداء كويس، هو ده النادي الاهلي. حتى مع قطاعات الناشئين في مشكله بنشتغل عليها، واقول لكم ايه اللي حصل مع 16 سنه باسكت وهم معايا واحده واحده. يعني هنروح لاخر خبر معانا النهارده داخل جدران النادي الاهلي قبل ما يطلع لفاصل واستقبل ضيوفي. الاهلي يتوج ببطوله القاهره لسيدات تنس الطاوله. البطوله اتلعبت على صاله النادي في فرع مدينه نصر بعد الفوز على امبي بنتيجه 3-0 ده في النهائي. طيب طبعًا انتوا عارفين طبعا ان في نادي اسمه نادي النادي، نادي وده تابع لوزاره الشباب والرياضه كاستثمار، وليه فرع في نادي في مدينه نصر بجانب مطار القاهره. وكان المباراه النهائيه مع امبي وفزنا 3-0. طيب فريقنا قدم ماتشات كويسه في البطوله، قدرنا نفوز على فريق الشمس وزور والمعادي وامبي بنتيجه 3-0. ومثل فرقتنا اربع لعيبه، هنا جوده طبعا، الاء يحيى، رؤى الناغي، وفريده حسين. مش عايز بقى طبعا اتكلم ولا اتكلم على معلش على صالتنا، انا اسف، على صالتنا في الاهلي مدينه نصر. ماشي. وبيقود جهاز تنس الطاوله طبعا كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز، وفتحي عبده مدير قطاع الناشئين، واشرف صبحي مدرب عام الفريق الرجال، وعادل شومان مدرب عام للسيدات، واحمد حامد المدير الاداري. ده كان اخر خبر معانا. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنستقبل ضيوفنا من فريق 16 سنه اللي فازوا ببطوله القاهره. بس قبل ما نطلع لفاصل لازم نبارك لمنتخب مصر لكره السله فوزه بالبطوله العربيه باللقب ال 13 في تاريخ كره السله. الفوز 87 كما يا جماعه 62 فرق 25 نقطه على المنتخب الليبي. بنقول لمنتخب ليبيا الشقيق هارد لك، هارد لك. انا عايز اقول حاجه، ان منتخب ليبيا بعيد عن منصات التتويج بقاله فتره، الاحداث اللي حصلت والقصص اللي انتوا عارفينها دي، فالمنتخبات الليبيه ابتعدت. ولكن النهارده منتخب ليبيا
يعني بيقدم اعتماده كأحد يعني اعتماده كمنتخب قوي. وعلى فكرة نفس الوضع عملته ليبيا في كرة الطائرة في كأس بطولة أفريقيا، أدوا أداء كويس جدا جدا، ونفس الكلام في فريق الشباب اللي وصلوا فاينل في كرة الطائرة في البطولة كانت في طرابلس. يعني الرياضة الليبية النهاردة بتقدم أوراق اعتمادها، وأنا بقول لكم ده الحصان الأسود القادم سواء في عربيا وأفريقيا. ليبيا بترجع واحدة واحدة يعني على المستوى الرياضي. بنقول لمنتخب مصر ألف مبروك، بنقول لمنتخب ليبيا هارد لاك، منتخب تونس طبعا فاز بالمركز الثالث، منتخب الإمارات بالمركز الرابع. خلينا أقول لكم حاجة كمان، طبعا بنبارك أكيد للاتحاد العربي على تنظيم البطولة والاتحاد المصري، وبنبارك للدكتور مجدي أبو فريق رئيس الاتحاد، فوز مهم طبعا أكيد حاجة تسعدنا كلنا، ونتمنى الأداء بتاع منتخب مصر ده يستمر، لأن الحقيقة في منتخب كويس وعندنا مجموعة من اللاعبين جيدين، عندنا كمان دوري عام جيد، فلازم إن شاء الله يكون مستوانا الدولي في مكان تاني بإذن الله. نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين، وهنبتدي نستضيف لعيبة 16 سنة ناشئين فقرة ورا التانية، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما يعني اتكلمنا في الانترو اللي ما تابعناش عن هذا الفريق اللي كان تحت 14 سنة من سنتين تقريبا، يعني كان ترتيبه متأخر بشكل كبير وكان محتاج عناصر وكان محتاج شغل، ولكن مع الوقت النادي الأهلي يعني في سنتين استطاع انه يعمل تحول لهذا الفريق، يبقى اول بطوله القاهره بدون ولا هزيمه وفارق 25 نقطه عن الفرقه اللي كانت بتكسبه مرتاح من سنتين. بطوله الجمهوريه القادمه هذا الفريق يعني اتعامل معاه شغل كتير. في البدايه برحب بنجوم الفريق ولاعبين الفريق، برحب بادهم علاء في البدايه. ادهم يعني منور الدنيا والف مبروك حبيبي يا كوتش. سلام. برحب باسعد قيدار هنداوي، اهلا بيك يا اسعد ومبروك. الله يبارك فيك. ادهم قول لي يعني في البدايه، طبعا انت لعيب من اللعيبه القدام في الفرقه ومن اللعيبه المؤثرين كمان، قبل ما ابتدى الموسم كنتوا حاسين انتوا تقدروا تكسبوا القاهره، خاصه انتوا كان ليكوا تجربه وحشه يعني من سنتين كان الشمس بيعلم عليكوا والجزيره، كنت حاسس ان انت السنه دي في البدايه انتوا تقدروا تكسبوا؟ هو احنا بينا وبين بعض يعني كنا داخلين السنه وبنقول لبعض، وكان ده هيبقى تحدي كبير علينا يعني، ان احنا طبعا فعلا في ال 14 كنا يعني ثالث منطقه وسادس جمهوريه، فكنا عارفين ان ده هيبقى تحدي صعب، بس كنا يعني واثقين في نفسنا ان شاء الله ان احنا يعني الموسم ده مع كابتن محمد هنقدر نعمل حاجه يعني ان شاء الله. طيب يعني كنت متابعين الفرق الثانيه، يعني كان اقوى فرق ليكم كانت بتلعبكم في السن 14 كان مصر التامين، الشمس، الجزيره، النهارده ضاف عليهم الظهور بقى كمان من الانديه اللي بتنافس كمان معاكم. كنت متابع الفرق الثانيه، بداتوا بالماتشات، مع الوقت حسيت ان انتوا افضل ولا حسيت لا احنا لسه برضو محتاجين شغل؟ لا لا، احنا يعني في اول السنه كنا عارفين ان احنا محتاجين شغل طبعا كتير، بس احنا مثلا يعني احنا بدانا الموسم في شهر 7، وكان اول ماتشات بدات يعني حتى اول ماتشات مهمه يمكن تكون بدات في شهر 10، فكان في فتره كويسه. كان في فتره كويسه، واحنا في الفتره دي طبعا حسينا قد ايه احنا فعلا يعني احنا في شهر 7 بدانا، كنا شكلنا التمارين عامله ازاي وكده، بس احنا لما لقينا ان احنا في شهر 10 لقينا نفسنا شكلنا اتغير في اللعب، الفرقه الطريقه نفسها وكل حاجه اتغيرت، حسيت بثقه. حسينا بثقه طبعا، وده يمكن يعني كان بان حتى في اول ماتشات المهمه لينا يعني. بس ده حاجه كويسه تسعدني ان انتوا يعني مع الشغل مع كابتن محمد حسيتوا ان انتوا تقدروا، دي حاجه كويسه. وانا برضو عايز اسعد يعني قول لي انت كنت شايف الماتشات صعبه اسعد وانت في يعني وانت شغال وشغالين في الماتشات، حسيت ان لا احنا بنكسب بصعوبه ولا حسيت ان الدنيا حلوه والدنيا حسيت ده بقى الدنيا حلوه قوي عشان تعبنا وكده، فحسيت صحيح. الدنيا عاديه يعني عادي، احنا حسيت ما حسيتش ان في فرقه مثلا تقدر تكسبنا خالص. عشان كلنا كانوا واثقين في بعض وعاملين مجهود كويس، فالحمد لله ربنا كرمكم فعلا. طب قول لي اسعد يعني دفاعيا شكلكم اتغير، يعني انتوا في الدفاع دفاع وهجومه كله بس الدفاع انت عارف طبعا ان هو اللي بيكسب بطولات. أيوة. الدفاع وشكلكم الدفاعي والتناغم اللي حصل والقفل البنتريشن والحاجات دي كلها، لما بداتوا تطبقوه حسيتوا انتم بقيتوا افضل طبعا، عشان كله في الديفنس برضه كنا بنتكلم بعض، كله بيساعد بعض، فعشان كده يعني حسيت افضل. طب اصعب ماتش لعبتوه السنه دي ايه يا اسعد؟ وجهه نظري كان مع مين، مصر التامين ولا الظهور؟ مصر التامين لو كان اخر ثانيه ده اللي هو جابوا الايكوال وانتوا أيوة. واتعمل لنا أيوة. ده كان اصعب ماتش. طيب الماتشات احنا اللي صعبناها على نفسنا. برافو عليك. ليه بقى اسعد ليه بقى صعبناها؟ عشان يعني كناش مركزين قوي في الماتش، في المود الماتش كل ما نعمل ديفنس بيتمرقع، بس مسكينا في الاخر ربنا كرمنا الحمد لله. بس هل يمكن عشان ضمنتوا المكسب في الشوط الكارتر الرابع كان فرق 20 بونت او 15 بونت، فانتوا حسيتوا ان كسبتوا؟ حسينا احنا كسبنا، بس هم جابونا تاني وما سكتناش فقمنا. طيب فرق اسكندريه النهارده، انت لسه في ثلاث فرق في اسكندريه، عندك سموحه، عندك سبورتنج، عندك الاتحاد، حاسس ان احنا اللي نكسبه؟
لو تعبنا هنكسبهم. برافو عليك، صح. لو تعبنا انا اكسب، مش من المطلق انا اكسب، بس ابقى قد ما اتعب. طب التعب ازاي؟ محتاج ايه اتعب؟ يعني ايه اتعب؟ يعني مثلا يعني نتمرن، يعني نتمرن كويس كل يوم، صبح بالليل، فيتنس، جيم، كل نعمل كل حاجه اللي نقدر عليه، يعني نعمل كل حاجه في الباسكت عشان ربنا يكرمنا. صح، يعني انت التعب هو المكسب مشترك بالتعب. ايوه. طيب انت شايف يا اسعد يعني انه في يعني في الطبيعي لما بنكون احنا فريق ومتكامل كل ده كويس، شايف ان انا احافظ على نفسي ده مهم برضو ولا لا؟ يعني النهارده ادوار البرد، الاصابات، اعمل استريتش كويس، لازم طبعا تحافظ. يعني الموضوع على مش نفسك. موضوع تمرين بس، انا فايق لا. وكل حاجه. ايوه. بس عندي الناحيه الثانيه لازم ايه؟ اخلي بالي من نفسي، دي حاجه مهمه؟ حاجه مهمه طبعا. شايف دي مهمه جدا. ايوه. لان طبعا اللعيب لو ما يقدرش يحافظ على نفسه مش هيقدر يتمرن. طيب قول لي بقى، انت اخو سيف هنداوي، صح كده؟ صح. سيف في الام بي اكاديمي بيكلمك؟ بيكلمني كل يوم طبعا، بيسال عليا، بنسال عليه كل حاجه، كلمه فيس تايم، فيديو، فيس تايم، كل حاجه. شاف ماتشاتك اللي فاتت؟ شاف كل حاجه، وكان بينزل لي ستوري كل حاجه. طيب قول لي، هو كان بيوجهك يقول لك ايه مثلا من ضمن الحاجات اللي بيوجهك فيها؟ يعني مثلا دايما بيقول لي مثلا ركز، نام كويس، ركز، يعني طب ايه مثلا كان بيقول لك ايه في الدفاع مثلا؟ كان بيقول لك حاجه في الدفاع؟ يعني اهم، يعني كان بيقول لي اهم حاجه الدفع بغل، يعني بغل. هل عندك يعني قلب كده والدفع بغل طيب بس. وكلمك في ايه تاني في الهجوم مثلا؟ كان بيقول لك تعمل حاجه، بيديك لعبه تعملها، بيقول لك حاجه، ولا كان كلام عادي؟ كان كلام عادي، بنتكلم كلام عادي. بس حلو لما يبقى كده بينك وبين ايوه. اخوك يعني. هو طبعا دايما انت بيسال علينا كلنا، ويعني معانا في كل حاجه طبعا، وانت طبعا باباكو كابتن كايدار هنداوي طبعا، نجم طبعا، من النادي الاهلي ومنتخب مصر، فانتوا عيله كلكم كلكم مع بعض سلاويه. طب ماما كانت بتلعب باسكت كمان، فانتوا طبعا. كلكم مع بعض باسكت بول يعني. طب ادهم اجي لك، يعني انت ليك اخ بيلعب باسكت؟ تحت 20 سنه. طيب انتوا الكلام ما بينكم من بعض ايه؟ لان انا مهم ليه بقول الكلام ده؟ لانه علاقه الاخ باخوه ساعات بيوصل لمرحله ان الاخ بيبقى هو الاب الحقيقي بقى في الملعب لاخوه الصغير. ايه الكلام اللي بيدور بينك وبين اخوك؟ هو بيجي لي بعد الماتش مثلا يكون اتفرج علينا وكده، يقول لي مثلا لا انت المفروض في الحته دي كنت تعمل كذا مثلا، انت عملت هنا غلط، ركز عليها، انت مثلا يعني عندك حاجه ممكن تعملها مثلا ما عملتهاش كده يعني. بيشوف ماتشاتك. بيشوف ماتشاتك. طيب انت تتفق مع اسعد ان اصعب ماتش كان مصر التامين، ولا كان في ماتشات برضو صعبه؟ بص، هو صراحه كان في ماتش اللي هو اول ماتش مهم احنا لعبناه، ده كان ماتش الظهور في دور المجموعات. الماتش ده يمكن الأول. كان اول ماتش يعني جامل. صعب في الموسم كله، اللي كان في ملعب المعادي. كان في ملعب المعادي. تمام. فالماتش ده احنا ما كنا يعني لسه ايه، يمكن يكون ما اكتبناش ثقه في نفسنا، لان احنا فعلا ما لعبناش ماتش وكان قوي اول او اختبار كده. ليكم. بالظبط. بس الماتش ده يعني كان كنتوا ناقصين اسعد. كنا ناقصين اسعد ولاعبين كمان معانا في الفرقه. بالظبط. بس فالماتش ده يمكن كان ما كنا سابقين فيه مثلا 10 بوينت 8 بوينت، وجم في الرابع برضو عوضوا علينا، بس الماتش خلص 4 بوينت لينا في الاخر. بس ده كان اصعب ماتش، ده كان اختبار حقيقي. برافو عليك، يمكن لان انت عايز تقيس نفسك انت فين، والظهور كانت اقوى فرقه في المجموعه بتاعتها. فانت شايف ان ده اقوى، برغم ان احنا بعد كده كسبناهم الماتشين في النهائيات، بس ده كان اقوى اختبار حقيقي. طب ادهم، انت استدعوك في منتخب مصر الفريق الاكبر منك، دي حاجه تبسطك تسعيد بالحاجه دي؟ الحمد لله. اتفاجئت؟ يعني شويه. يعني اسعد يمكن من السنه اللي فاتت مع المنتخب ده، بس انت كنت اول مره يجي اسمك، كنت سعيد؟ عملت ايه؟ قول لي اول مره. هو كابتن محمد جه يقول لي انت معانا في التجميع الجايه، فقلت له يعني بجد والله انا يعني مش عارف. اتبسطت يعني طبعا مجهودك وتعبك. حضرت الثلاث تمارين اللي فاتوا. طيب قول لي، انت يعني مسك الاعلاميين، مين عايز تبقى زيه؟ انا بحب يعني في الام بي اي مثلا او كده ولا هنا يعني؟ قول ام بي اي وقول لي كمان في مصر. يعني في الام بي اي انا بحب جيسون تيتم قوي يعني صراحه. تيتم. طبعا طريقه لعبه بحبها جدا يعني، كجارد وطويل وكده، وبيلعب يعني بدماغ كويسه برضه. هو بيلعب في سيلتكس دلوقتي. تمام. مين بقى في مصر؟ يعني ممكن نهاب امين. امين طبعا احسن جارد دلوقتي في مصر، فاكيد كل الشباب اللي طالع هيبقى شايفه يعني. طب قول لي انت بالنسبه لك برضه مين ماسك الاعلى اسعد؟ هما اثنين. قول لي بقى. ابويا اخويا. في العيله. العيله. بص، ده اهم حاجه. انت كده يعني بابا وماما هيبقوا مبسوطين منك جدا، واخوك كمان. انت كده سيف وابويا كابتن كايدار. طيب بعيد بقى عن العيله، انا معاك ودي حاجه كويسه وربنا يخليكم لبعض. مين من اللعيبه بلاش مثلا، مين بتحب تتفرج عليه في الام بي اي؟ هو في مايكل جوردن طبعا. كده كده يعني عليك. تحب القديم انت. ايوه. طيب ومين في مصر مثلا من اللعيبه؟ انس اسامه. انس. هو يمكن لعبه قريب منك شويه. أيوة. صح، يعني انت برضو فلوتر كده بتطلع بره وبتلعب، رغم ان انت بتلعب تحت الحلقه. طبعا دي صور ليكوا ايام ال دي كانت في صاله حلوان. حلوان. حلوان ده بلال، ودي كانت من ماتش مصر التامين الاولاني، صح كده ولا لا؟ ده ماتش ظهور. ماتش ظهور. طيب قول لي يعني انتوا كام لاعب في الفرقه يا اسعد؟ احنا 14.
طيب المكسب اللي احنا شفناه ده كان يفرق مين بيلعب مين ما بيلعبش، ولا كانت الروح كلها؟ لا كل الروح كلها كانت في البنش، دي اهم حاجه. ان دايما لما تكسب اي فرقه لازم يكون الفرقه دي يكون عندها روح، بقى هي الروح دي اللي كسبتنا. متفرقش بقى مين يلعب متفرقش مين يلعب، هي روح. هو صراحه لما عندك روح بقى تكسب. كابتن محمد اصلا من اول السنه وهو دايما بيكلمنا في حته، يعني قد ايه لازم نكون الفرقه كلها قلبها على بعض، وان دي اهم حاجه اصلا. يعني لو الفرقه قلبها مش على بعض احنا هنبقى يعني مستوانا هيبقى تحت، بس لما نكون مع بعض يعني اكتر الناس بتشجع وكده. ممكن ده كان باين جدا ان يعني حتى الاثنين الاوت اوف سكور دايما في الفاينلز كلها وفي اي ماتشات ثانيه كان كله بيفضل يشجع على البنش حتى اللي ما بيلعبش، كله كان بيشجع. يعني انتوا شايفين انه الروح كان لها دور كبير، انتوا حاسين لمستوا ده؟ طبعا انا لمسناه طبعا. يمكن احنا كمان كده كده ده الروح، يعني الروح لو انت ما فيش روح مش هتكسب. مش يعني مين هيفضل يشجعك في الملعب وما فيش روح؟ يعني هتحس بايه؟ مفيش حماس، هي الروح تمام في البنش يبقى خلاص خلص. الله ينور عليك. كمان صراحه احنا يعني اصلا احنا من الفرق اللي عاده ما بيبقاش يمكن الاهلي وكده فيه جماهير يعني زي الفرق الثانيه، يعني في الماتشات بتاعت الفاينلز وكده كان طبعا الزهور بيمسكوا طبل وحاجه كده بالظبط. واحنا من 14 يعني القصه دي الاسر اللي يعني اللي هم اللي هم اولياء الامور وكده كانوا بيشجعوا. احنا ما كانش عندنا الجماهير دي طبعا، كنا بنتصرف احنا صراحه يعني على البنش. البنش. طيب فاكر اللعبه اللي اتعملت في نهايه مباراه مصر التامين؟ فاكرينها؟ فاكرينها. احكوا لي عليها، مين كان في التام اوت، ايه اللي حصل؟ هو صراحه انا عايز اسمعك واسمع اسعد، قول لي. احنا طبعا يعني هي كانت صدمه اولا قبليها، احنا كنا 3 بونت من الكوره. احنا كنا ليد حوالي 21 بوينت في الكوارتر الثالث او حاجه او الرابع، وقعد السكور يقل. السكور يقل بس بنقول خلاص ده متبقي ك 10 ثواني ولا حاجه، ان شاء الله بس يعني ايه يعدوا حتى نبقى كسبنا الماتش كده مرتاح ان شاء الله يعني. نعم. فاتفاجئنا طبعا بالثلاثيه اللي دخلت فينا دي. ايوه يعني طبعا يمكن في ناس كانت يعني يمكن خافوا شويه او كده، بس كابتن محمد صراحه كان هادي وكان هادي جدا. هو قال لنا احنا هنلعب يعني الخطه دي، ويعني لو ما حصلش نصيب احنا لسه قدامنا اوفر تايم وان شاء الله نكسب فيه يعني حتى لو بس. وشرح الخطه طبعا. كنت في الملعب انت ادهم؟ لا ساعتها كنت انا بره. كنت بره بس انت سمعت التايم اوت قال في ايه؟ كنت حاسس ان احنا هنجيب ولا هنلعب اكسترا تايم بامانه في اللعبه دي؟ هي طبعا 8 اجزاء من الثانيه والاوتسايد من يعني نص الملعب. من بالظبط نص الملعب، فكانت صعبه شويه. مستبعدينها. بس يعني كانت خطه صراحه حلوه يعني، تعلقت لبلاك باك سكرين وتعلقت له فكانت حلوه جدا. قول لي اسعد كنت في الملعب ساعتها؟ ايه بقى اللي حصل؟ احكي لي كابتن محمد قال ايه وقال لك انت ايه على المستوى الخاص تعمل ايه، وقال لي بلال ايه، قال لي بقيه اللعيبه ايه؟ بص هو يعني اخر سنه دي احنا كلنا كنا عايزين نلعب درو. مش عايزين بالظبط مش عايزين لو نلعب اكسترا تايم، فاحنا كل واحد ايه توتر بقى. فكابتن ابو فريخه قال خطه بسمانة، بلال هيلف وانا جاي اعمل سكرين، شوكت على اهله ويجيبها. بس دي لما جت يعني هنلعب اكسترا تايم خلاص مفيش مشكله خلاص هي كده. هي دي خبره كابتن محمد ابو فريخه. طب انت وانت نازل بامانه وانت نازل كنت حاسس ان احنا هنجيب الباسكت ده؟ انا كنت حاسس يا راجل. طيب. والله العظيم ليه؟ انا كنت قاعد في الملعب كابتن محمد حاسس ان هنجيبها. لا عشان هو كابتن محمد ابو فريخ كان مدينا سكه، حتى لو احنا خسرانين كان مدينا سكه برضه احنا هنجيبها. فانت حاسس ان انت هتجيبها؟ حاسس ان هتجيبها. هي خبره. والماتش ده خلي بالك يعني فرق معانا جدا، ان احنا رحنا الماتش الاخراني خلاص مع الظهور مش محتاجين نكسب خلاص. الماتش تحصيل حاصل في النهايه يعني. طيب من وجهه نظرك يا اسعد ايه اهم حاجه مهم تبقى موجوده في لعيب الباسكت؟ ركز بقى في السؤال ده وقول لي، بدني بقى فني شخصيه، ايه المهم لعيب باسكت يبقى فيه هذه الصفه او المهاره دي او الايه؟ ايه المهم في لعيب الباسكت وجهه نظرك؟ يعني روح مثلا. الروح كده الروح نكمل انت. يبقى عندك يعني روح. يكون صافي اللي معاك. يعني دي اهم حاجه، انت الروح والسبيريت وتبقى من جواك صافي. مع زمايلك كلهم بروح واحده، ربنا يكرمك. بس دي اهم حاجه. انت رايك ايه؟ يعني هو راح في حته النفسيه ودي حته مهمه جدا، ده ممكن يكون ده الموتيفيشن او الدافع ليك ان انت تبقى لعيب كويس. انت من وجهه نظرك بقى اهم حاجه يعني صراحه بالنسبه لي في لعيب باسكت هي لازم يكون عنده منتاليتي سليمه يعني جدا. يعني اللي هو مثلا انا هتعب، انا هصحى الصبح اروح اشوط غير التمارين بتاعت الفرقه. مثلا في الماتش مثلا رحت ضيعت سلم ما افضلش بقى دماغي في الارض وزعلان مثلا وخايف من الهجمه اللي بعديها وكده، لا انا هرجع في الديفنس وهعمل ديفنس كويس واعوض اللي انا غلطت فيه يعني وكده. منتاليتي رقم واحد. اهم حاجه في لعيب الباسكت منتاليتي. طب بقى لو خدنا المنتاليتي كده وخدنا الروح بتاعت اسعد وحطيناهم على بعض هيبقى مايكل جوردن. هو بيتكلم منتاليتي احترافيه، ان الواحد يتمرن ويشتغل ويعمل ده طبعا. انت بتتكلم ان السبيريت الاثنين مهمين جدا، لما نحط الاثنين على بعض بقى
مع كمان بقى ان انت بتتمرن كويس هتلاقي نفسك في حته ثانيه. الروح والعقل. انتوا الاثنين قلتوا الاثنين نقطتين مهمين جدا، فبرافو عليكم يعني، عجبني كلامكم جدا جدا. طيب هتكلم معاك اسعد عن الجمهوريه. احنا بتقول الجمهوريه تتاخد ماتشات الاول سهله شويه وبعد كده نروح على ماتشات اصعب. ده السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ وانتوا عارفين الفاينل بتبقى كل الفرق الجامده بقى تلعب ست فرق خمس ماتشات، مفيش ماتش سهل، بتلعب تلات مباريات ورا بعض، يوم راحه ويومين، ده بيبقى عاده اللي بيحصل في ماتشات الناشئين. محتاجين ايه عشان نروح جمهوريه نكسب خمس ماتشات من سته من وجهه نظرك؟ محتاجين ايه؟ ان النهارده مش هيبقى فيه ماتش سهل، يعني انت النهارده في المنطقه ممكن يبقى عندك ماتش راحه يوم، الجمهوريه مفيش كلام ده. ايه المهم اللي نعمله عشان نكسب من وجهه نظرك؟ نتمرن كويس قوي، نركز، اسم ده تمرين كويس، تمرين كويس، تركيز، تركيز والروح، والروح، وكل يوم نتمرن ونتعب 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 لغايه ما ربنا يدينا ان شاء الله. يعني يعني الكلام ده الشهرين الجايين هيبقوا بالنسبه لكم مفيش راحه، لازم راحة. لازم دايما تتعب، يعني تتعب اكتر حاجه عشان ربنا يديك. الله ينور عليك، صح كده. انت رايك ايه ادهم برضه عشان نوصل؟ هنلعب ست خمس مباريات جامده، ليفل تاني بقى غير المنطقه، فانت طبعا خدت ثقه، شايف ايه؟ يمكن اسعد اتكلم عن الباسكت وان احنا لازم نتمرن كتير ونحسن من نفسنا في الباسكت وكده، بس جنب كده طبعا احنا لازم يعني نهتم بالمستوى البدني بتاع الفرقه. زي ما حضرتك قلت هم خمس ماتشات، خمس ماتشات تقال كمان، يعني الماتش هيبقى غالبا ماشي ايكوال جيم معظم الوقت، دفاع جامد. بالظبط، لازم دفاع طبعا وكده، وان ما فيش غير يوم راحه واحد في النص بالظبط. فانت بتتكلم في يعني 40 دقيقه في خمس ايام، يعني 40 دقيقه في خمسه قصدي، في خمس ايام ورا بعض. فلازم لو انت لو عندك مشكله في البدني بتاعك هتقع في النص طبعا. برافو عليك، صح، انت كلامك كويس وكلام اسعد كمان كويس. طب هسالكوا يعني برضو سؤال، انت النهارده وانت يعني داخل الماتش كل لعيب منكم كان كابتن محمد بيساله سؤال او يقول له يفكروا بحاجه قبل ما تنزل كده، يقول لك خد بالك ادم انا محتاج منك كذا، انا محتاج من اسعد كذا. انت كنت اوقات بتلعب ثلاثه واوقات بتلعب اربعه. طب توجيهات كابتن محمد ليك انت بالاخص كان بيطلب منك ايه؟ هو يمكن يعني انا من الميزات اللي فيا بعرف اعمل ديفنس وكده، فكان كابتن محمد دايما يعني بيعتمد عليا في الحته دي، فكان دايما ينبهني مثلا يعني لازم لا اركز في الديفنس عشان انت انت بتريكفر الناس مثلا لما تعمل حاجه غلط او كده بس، فكان بي يعني بيفوقني في الحته دي. توجيهاته معاك في الدفاع، يعني انت كنت بتمسك الفرده اللي فايقه الناحيه الثانيه. بالظبط، فده كان يمكن اهم ميزه وكان دايما كابتن محمد بيشتغل معاك عليها. طب انت اسعد كان توجيهات كابتن محمد ليك ايه؟ دايما اللي دايما انت ضحكت، ايه دايما النصيحه اللي دايما كابتن محمد يقولها لك؟ ركز، ما تركزش مع اي احد، دايما ركز في الملعب. صح، كلام مظبوط، لازم تركز في الملعب اهم حاجه، وسيبك من كل اللي حواليك، دماغك دي تكون في الملعب، تركيزك. طب انت يعني لما نفذت نصيحته حسيت الموضوع فرق معاك؟ حسيت الموضوع فرق معايا، حسيت الموضوع فرق معايا جدا، ان هو بيحمسني وكمان يعني مركز وكده، عايز تتعب ومش قلقان. بس برافو عليكم، انا مبسوط منكم بامانه، وده اول لقاء تلفزيوني ليكم يعتبر. ان شاء الله مش الاخراني، ربنا يكرمكم باذن الله يا رب، تبقوا حاجه كويسه. انتوا عملتوا شغل كويس يا اولاد، كملوا عليه وربنا يوفقكم في بطولة الجمهورية ان شاء الله. اسعد بشكرك، نورتينا وشرفتني. ادهم بشكرك، نورتينا وشرفتني. شكرا لك. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل، هنكمل مع فريق 16 سنه بطل منطقه القاهره بدون ولا هزيمه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع فريق 16 سنه ناشئين بطل منطقه القاهره بدون ولا هزيمه، وبتحول كبير في الاداء خلال سنه ونص بعد دعم كبير من النادي الاهلي ومجلس ادارته ايضا النشاط الرياضي. برحب في البدايه بأحد نجوم الفريق ولاعب الفريق بلال صهيب، وبالمناسبة هو الـ MVP للبطولة أو أفضل لاعب في البطولة بلال صهيب. أهلا بيك يا بلال. أهلا بيك يا باشا، مبروك عشان البطولة ومبروك على كأس الـ MVP يا حبيبي. الله يبارك فيك. برحب بأحد نجوم الفريق أيضا، عبد الله هيثم السعيد. أهلا يا عبد الله. إزي حضرتك؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله. مبروك على الكأس ومبروك على الأداء. الله يبارك فيك. هروح لبلال. بلال يمكن أنت ليك قصة كبيرة شوية. أنت طبعا كنت من ولاد مدينة نصر وباباك لعيب باسكت. صح. واديت اداء كويس، ولكن انت كان رغبتك ان انت تيجي النادي الاهلي. ليه كان رغبتك تيجي النادي الاهلي؟ عشان اتطور واتحسن، يعني ما كانش في مستقبل كبير ليا يعني في نادي مدينه نصر، مع كل احترامي ليه يعني كده. بس وتمسكت بالحلم ده الجميل ان انت ما يأستش. يعني انت اول سنه جيت اعاره، السنه اللي بعديها جيت اعاره، يعني والسنه اللي السنه دي لحقتها من الاول. يعني لله. تمسكت بحلمك، ويمكن كمان باباك اتمسك بالحلم ومامتك معاك بالحلم. طبعا مبسوط ان حلمك بقى حقيقه؟ طبعا يعني
فرحان طبعا مبسوط واول بطوله منطقه وكل حاجه يعني. وكمان انت اول مره العبها كمان والام في بي كاس الام في بي قدامنا اهو الله اكبر احسن لعيب في البطوله. طيب انت كنت متخيل ان انت ممكن في اي لحظه ان احنا يعني في بدايه البطوله ان احنا نقدر نكسب بامانه؟ هو طبعا يعني كنت متخيل ان احنا ممكن نقدر نكسبها بس طبعا كان لازم يجي بتعب ومجهود وطبعا تعب كوتش شباب افريقيا معانا والجهاز الفني وكل حاجه. طيب كنت توقعت ان تاخد ام في بي؟ لا يعني انا ما كنتش بلعب على الام في بي، انا كنت بلعب عشان فوز فعلا. الفريق وكده فعلا دي حقيقه، انت كنت بتلعب عشان تفيد الفريق وكانت جت مع عمرك ما فكرت فيها بصراحه يعني. مبسوط طبعا اكيد. طب عبد الله جه لك، يمكن انت ليك تجربه مختلفه شويه عن بقيه اللعيبه، انت السنه اللي فاتت يمكن لعبت بشكل اساسي مع فريق 2007 وخدت يمكن خبرات اكتر في اوقات صعبه. التجربه دي او اللعب مع 2007 فادك؟ اه طبعا، اللي انا اليد الفرقه ده فادني، اللي انا اليد الفرقه اللي في سني الاكبر مني علمني ان انا اليد الفرقه اللي في سني. يعني انت استفدت من الاكبر منك؟ اه طبعا. وفدت فرقتك؟ اه بالحاجات اللي انا اتعلمتها لما لعبت في الماتشات الجامده لما وانا مع الكبار. وانت مع الكبار، طب شايف التجربه دي ناجحه؟ يعني ان لعيب يلعب مع الاكبر منه، التصعيد في حد ذاته، شايف التصعيد دي حاجه تجربه ناجحه بتبقى حاجه كويسه؟ اه بياخد خبره طبعا، ولازم كل لعيب يلعب مع الاكبر منه عشان احتكاك. لازم يكون لعيب بيبقى اقوى واحسن لما يلعب مع حد احسن منه. طب قول لي عبد الله، انت من سنتين في بطوله القاهره كنت في 14 سنه خدت هداف البطوله بس خدنا ثالث، وطلعنا الجمهوريه كنت مصاب وبعد كده لعبت وخدنا سادس، وكنت زعلان جدا جدا وكنت متضايق ان احنا ما توفقناش وكنت عايز فرقتك تكسب. يمكن مع 2007 خدت ثلاث بطولات فحسيت بطعم المكسب. لما بدانا السنه دي كنت حاسس ان احنا نقدر نكسب؟ اه بس مش بالفرق ال 30 بوند وال 15 بوند، مش كنت متوقع ان احنا نكسب بس مش قوي كده. مش قوي كده، مش بالفرق ده والراحه دي الاريحيه. طب انت تفتكر ليه احنا بالاريحيه دي؟ يعني ليه كسبنا بالاريحيه؟ كابتن ابو فريخه ادانا ديفنس هايل وخطط هايله طبعا، واضافه بلال برضو فادتنا كتير. بلال وكمان معاذ، معاذ ما كانش معاكم في ال 14 سنه عشان يعني هو مش معانا، بس الولد كويس جدا كبوينت جارد يعني. فانت اللعيبه اللي جت مع شغل كابتن محمد ابو فريخه فرق معانا جدا. طيب من وجهه نظرك اصعب ماتش كان ايه السنه دي؟ الظهور اللي في المعادي. الظهور في المعادي عشان ده كان اول تجربه صعبه لعبناها. برضه هسالك سؤال تاني، انت في المباريات كتيره كانوا بيلعبوا وان بوكس، يعني بيلعبوا واحد مان تو مان عليك واربعه زون، فالموضوع ده كان بيعمل لك شويه ازعاج لان انت النهارده بتحس ان بيدافع عليك اكتر من لاعب. اشتغلت على الموضوع ده ازاي؟ فكرت ازاي ان انت تفيد فرقتك ازاي وانت بتلعب عليك واحد من 8 4؟ كنت دايما ابقى عايز مع فرقه بليد، مش لازم ان انا احط سكور ومش لازم اكون مؤثر في الاوفنس، بس اهم حاجه ان انا اكون ليد. وطبعا ابو فريخ ادالي خطط حلوه اللي انا اقدر اعدي فيها في الوان بوكس ونطلع، فده ساعد الفرقه انها تتقدم، وكمان بيبقى سهل ان اللعيبه الثانيه تلعب اكتر عشان يبقى فيه اللعيب بره والباقي جوه الزون، فده بيبقى سهل للفرقه انها تكسب يعني. كانت تجربه كويسه، واكيد كابتن محمد برضو اللعب اللي اداهولك اكيد فرق معاك. اه طبعا. طيب بلال نفس الكلام، انت يعني قوتك الاساسيه تحت الحلقه طبعًا. في الريباوند والبلوكات ودي قوه يعني مساعد الفرقه في الحلقتين. الدور ده مش دور ان انت تحط سكور صح؟ يعني طبعا. طيب هل انت كنت بتبقى زعلان لان انا عايز احط سكور وبتاع، ولا مش فارق معاك؟ خالص يعني ما ببصش اصلا على حته السكور. يعني اشوف جبت كام ريباوند، جبت كام بلوك وكده، ده اللي كان يهمك ان انت تفيد فرقتك. الروح دي اللي فرقت معاكوا جدا. طيب هكلمك على اخر لعبه في مصر التأمين، عشان انت اللي حطيت الباسكت الله اكبر عليك وحطيته اليوب حلو جدا وحطيت الكرة بثقه. كلمني عن اللعبه دي وكابتن محمد ابو فريخ قال لكم ايه وايه اللي حصل؟ طبعا بعد الثلاثات ياسين مصر التأمين كان خدنا تايم اوت طبعا وبتاع، وكابتن ابو فريخ رسم لنا خطه عامل سكرين لعبد الله وبعد كده اخد دبل سكرين وشوكتي على الاهلي بس نزلنا نفذنا الخطه ويعني ظبطت الحمد لله وشوكت اداني الباصة الحمد لله. بعد ما حطيته بقى عملت حسيت بايه؟ لا طبعا فرحه، بتجري في كل حته. فرحه مش طبيعيه بصراحه. طيب قول لي لما بتيجي تنزل الملعب ايه توجيهات كابتن محمد فريخ ليك؟ بيقول لك ايه؟ يعني انت على الاخص كل لاعب بيبقى بينه وبين المدرب في ديالوج كده، كان بيقول لك ايه؟ بيطلب منك ايه؟ كان دايما بيطلب مني ان انا اجيب الريباوندات، يعني ما دايما اكون ناشف في اللعب وما استهونش باي ريباوند او بتاع، وطبعا اساعد الفريق وان افكر بشكل جماعي وكده ونجري في الفاست بريك، يعني اكرر الملعب. احنا حسينا فعلا انت السنه دي بقت بتجري في الفاست بريك بشكل كبير، يعني لما بتطلع الكوره ولقيك بتجري ورا لعيبتك
بتروح وراها ولعبت فرقتك عشان تروح على الفاست بريك، فدي التوجيهات دي انت فعلا يعني نجحت. طب قول لي بابا بقى بيوجهك يقول لك ايه ولا ما ملوش دعوه بيك؟ بابا مش بيوجهني بشكل عام يعني ك يعني حاجات تفصيليه يعني لا بيشجعني ازاي بيقول لك ايه مثلا؟ يعني بيقول لي انت لعبت حلو، ركز مثلا في حته مثلا النقطه دي او البلاي ده، او البلاي ده انت عملته حلو قوي وكده، لكن يعني ما مش بيركز يعني على التفاصيل. سايبك انت سايب التفاصيل مع الكوتش بطريقه طبعا، وكان فرحان جدا بيك طبعا. اكيد طبعا اكيد اكيد. والتجربه نفسها في حد ذاتها، وجودك قدومك مدينه نصر وان انت لعبت مع النادي الاهلي وتوصل على الام في بي وان شاء الله توصل منتخب مصر، اكيد دي بوابتك باذن الله. شد حيلك، ربنا معاك يا بلال. شكرا. عبد الله برضو اجي لك، يمكن يعني وجودك برضو مع منتخب مصر وان انت السنه اللي فاتت قعدت يمكن لغايه ما وفضلوا 18 لاعب مع الاكبر منك، يعني انت كنت انت 2008 وكان في لاعب تاني من الاتحاد 2008 فضلوا لغايه التصفيه يمكن القبل النهائيه مع منتخب مصر. التجربه دي برضو فادتك ولا لا؟ استفدت منها؟ اه طبعا، ان انا اشوف المعسكر واشوف خطط جديده واشوف مدربين جديده، اتعامل مع اللعيبه اللي انا هلعب ضدها واتعامل مع اللعيبه الاكبر مني واشوف الخبرات اللعيبه دي بيعملوا ايه في كذا موف كذا بلاي. طب انت لما ما توفقتش تكمل معاهم، الموضوع ده كان دافع ليك اكتر انت تركز واكتر انت تثبت نفسك؟ اه طبعا، بس انا حتى لو كانش في الموضوع ده كنت هركز كده كده يعني كده كده. مش بيفرقش معاك جوه ولا بره، في اي مكان انت مركز في شغلك مركز في ادائك مركز في اللي انا فيه، مش اللي عدى عدى واللي جاي جاي. برافو عليك. طيب توجيهات كابتن محمد ابو فريخه ليك ايه؟ ايه اللي كان دايما يقول لك في الملعب؟ كان دايما بيقول لي خش في الريباوند اكتر، بالذات الديفنسيف ريباوند، وقال لي برضو ان انا لازم ابقى ليد للفرقه، ما ينفعش اتعصب ما ينفعش اتوتر. كويس، حلو الكلام ده. يعني انت نجحت كمان بشكل كبير، انت كان اقل جيم بتجيب فيه 8 و9 ريباوند. والنهارده برضو نجحت بشكل كبير ان انت تليد وما كنتش بتطلع، يعني كان اوقات ممكن كان بيبقى فيه عصبيه بس في الماتشات دي ما كانش فيه عصبيه. طيب في لعبه عملتوها وكانت في برضو ماتش اخر مباراه مع الزهور، فاكرين اللعبه اللي اتعملت وعلقت لبلال برضو اليوب؟ كلمنا عنها يا عبد الله. كابتن محمد قال لكم عنها ايه؟ هو خلاني انا اطلع من الملعب وكان في دبل سكرين ليا مع اول ما خدت الكوره، بس كانوا هم بيلعبوا ايه الزهور؟ كانوا بيلعبوا 2 3 2 3 حلو. بصيت اول باصه ورجعت لي ادالنا دبل سكرين، جالك دبل سكرين وادهم عمل باك سكرين لبلاد ده. شفته فاضي ما فكرتش على قتال وقمت له حط دن. دي كانت احلى لعبه في البطوله بصراحه. دي كانت احلى لعبه، هنعرضها مع كابتن محمد ابو فريخه لما يكون معانا وهنعلق عليها برضه هوريها لكم يعني. طيب عبد الله شايف بطوله الجمهوريه ازاي؟ ان شاء الله لو نفضل مركزين كده هنكسب ان شاء الله بسهوله. حلو الثقه دي، حلو الثقه دي. طيب ايه اللي محتاجينه يعني من هنا لغايه الجمهوريه؟ نبقى مخططين للفرقه اللي هنلعبها كويس وما نتوترش، اهم حاجه عدم التوتر وهنكسب ان شاء الله عادي. زي بطوله المنطقه بس اصعب، بس هنكسب ان شاء الله. لما خدتوا البطوله وزي الصور اللي احنا شايفينها دي وانتهت البطوله وخلاص شلتوا الكاس والميداليه، كنت مصدق ان انتوا قدرتوا تعملوا ده؟ من سنتين كنتوا نفس الصاله وخدتوا ثالث. لا الصراحه كنت مصدق. الدنيا حلوه. طبعا الدنيا حلوه. كانت الدنيا كويسه جدا جدا يعني. احنا من رابع وسادس ناخد اول، دي كانت صعبه قوي. بتتوتر قبل الماتشات يا عبد الله؟ كنت زمان بس دلوقتي لا خلاص. ليه؟ الخبره يعني لعبت ماتشات كتيره لدرجه خلاص يعني ما بقاش في توتر. بقت حاجه انا بعملها عشان بحبها مش بعملها عشان اتوتر. برافو عليك. طب بلال انت بتوتر ولا خلاص عديت المرحله دي؟ لا يعني ما مش من طبيعي ان انا بتوتر قبل الماتشات يعني. تهادي كمان الله اكبر عليك، ما بتتوترش. لا طب بتتر. مين مسك الاعلى بلال؟ في ايه بالظبط؟ باسكت هنا في مصر وبره. هنا في مصر يعني مثلا عشان لعبي شبهه شويه انس اسامه مثلا. اسامه فعلا، برافو عليك. وبرده في بره يعني انا بحب لعب بصراحه ستيفن كيري بصراحه. ستيفن كيري بس ده بعيد عنك شويه. انا بحب اتفرج عليه. احب اتفرج عليه لكن شبهي برضه بتحب اتفرج عليه. يانس مثلا. يانس طبعا، ويانس قريب برضه منك شويه كده، بس يانس يمكن قوه بدنيه طبعاً. جباره. جباره. وانت عبد الله مين ماسك الاعلى في مصر؟ ايهاب امين برضه. ايهاب امين عشان جاردي زيك. طيب وبره في الان بي ايه؟ ليبرون جيمس. ليبرون جيمس تريلا ده. تريلا وحش مالوش ما بيهزرش. طبعا دي لقطه ليك يا بلال وانت او صوره ليك وانت بتاخد كاس الام في بي بتاع البطوله، ودي لقطات ليك وبعد بعد الماتش يعني. دايما انتوا كنتوا نايمين بتنايم يعني ايه نايمين ليه؟ طيب انا مش عارف يعني ايه ليه ولا دي يعني كنت بكل الفرق يعني نايمنا الفرق نايمنا كل الفرق. كل حاجه بقى يعني بتبقى ليها مودها. طب قول لي يا عبد الله انت طقوسك قبل الماتش ايه؟ ايه اللي بتعمله؟ ايه اللي بتحب يعني انت النهارده عندك ماتش بالليل، ايه اللي انت بتعمله في يومك لغايه ما بتوصل للماتش يا عبد الله؟ اسمع اغاني قبل الماتش بساعه افصل خالص وافضل مركز في الماتش واشوف التعليمات الكوتش هيقولها
طب الاكل بتاكل قبل الماتش بقى؟ باكل موزه. موزه ده في اثناء الماتش. طب قبل الماتش بتتغدى قبلها بساعتين ثلاثه؟ ساعتين. بتنام كويس ليله الماتش ولا طول الوقت عادي بتنام؟ لا طول الوقت عادي بنام كويس. نفسك تحقق ايه يا عبد الله؟ نفسي ان شاء الله ناخد الجمهوريه ونكمل على كده ان شاء الله. يعني امنيه حياتك ان انت تاخد الجمهوريه. نفسك تاخد الجمهوريه؟ هتاخدها ان شاء الله عبد الله باذن الله بالمجهود والتعب مع كابتن محمد. نفسك في ايه قبل بره السيزون ده يعني؟ لا نفسك في ايه اللي ايه السيزون ده؟ طبعا ناخد الجمهوريه طبعا. وايه تاني؟ ده على مستوى التيم كتيم. على المستوى الشخصي مستوى الشخصي اوصل لمنتخب مصر واسافر معاهم تركيا في كاس العالم. بس ده برضو حلم اكيد كل واحد بيفكر شايف ده قريب وان انت تعمله بمجهودك ان شاء الله. اكيد هتبقى جوه المنتخب مصر يعني ان شاء الله. طيب مع بدايه الموسم وبداتوا تتمرنوا وتشتغلوا وتتمرنوا بدني وتتمرنوا كمان باسكت بول وبداتوا الماتشات، كنتوا انتوا بينكم من بعض كده حاسين ان ممكن تكسبوا؟ حاسين ان سهل ان انتوا تكسبوا؟ وعبد الله قال لي احنا كنا كنت حاسس ان نكسب بس مش بالفرق ده. انت يعني تفكيرك انت بقى وانت جاي من نادي مدينه نصر كنت شايف الوضع ازاي؟ بس انت ثلاث سنين بتلعب مع الاهلي، انت بقالك سنتين بتلعب، بس بتكلم السنه دي بقى من اولها موجود. طبعا الحوار ما كانش سهل يعني، ما حدش يشتكي طبعا الحوار سهل. طبعا بتعب تمرين صبح ليل جيم وفيتنس ويعني ليله بقى وكده. بس انت جالك يعني دور برد برده في وقت كان صعب جدا جدا قبل النهائيات، ولحقت تعمل ريكفر لنفسك وظهرت مظهر كويس. برده في صعوبات بتقابل اللعيب مش سهله يعني. يعني عبد الله انت السنه اللي فاتت برده اتصبت اصابه جامده، انت جالك سبين انكل قعدت عليك منه كتير. كانت حاجه مضايقاك ده؟ طبعا ولسه بيضايقني لغايه دلوقتي. بس يعني بتتاقلم مع الاصابه يعني بتحاول تقوم منها تعالج نفسك تشوف ايه الصح تربط كويس؟ لازم اشوف لفت ليه واتعامل على حسب كده لفت ليه، فاتمرن على كده فما تلفش تاني ان شاء الله. انت اشتغلت على الموضوع ده مع مدرب فيتنس؟ طبعا. عمل معاك ايه مدرب الفيتنس؟ كابتن شريف يعني اشكره يعني شغلني بالانسات وبتاع وركويت على الانكل. البالانسات بالانس على الانكل وكان هو خد باله ان انت عندك مشكله الانكل؟ مش باله مفيش بالانس. اشتغل معاك، اشتغلت على نفسك في الموضوع ده عشان تقلل سبينات الانكل اللي جت، والحمد لله بفضل الله بعد ما اشتغلت الموضوع ده قل كتير طبعا. طب اسالك سؤال برضه عبد الله، انت تعرضت لدور برد اثناء البطوله وكنت تعبان وكنت بتعاني شويه، انا درجه حرارتك مرتفعه شويه، وحتى ما قلتلناش، ما قلتش لحد لا في البيت ولا قلت لي ولا قلت لاي حد خالص ان انت تعبان، واصريت تلعب ليه؟ كنت حاسس ان انا لازم ابقى موجود في الملعب عشان الفرقه تكسب، وبحرام ان نضيع بطوله زي دي وهي في ايدينا. وجيت على نفسك عشان كده؟ طبعا. ومن غير ما تقول لحد، وما كنتش يعني حتى ما قلتش لاي حد من المقربين انت تعبان، حتى كابتن مجدي قلت كابتن محمد مجدي قلت له بعد الماتش. والماتش ده انت اديت كويس كمان يعني، الماتش ده اديت كويس، فشايف ده من باب ان انت عايز تساعد فرقتك. وهل ده طبيعي اللعيب يكون راجل مع فرقته وكده وحاسس ان ربنا بيكرم؟ المفروض عشان كده ربنا بيكرمنا وبنكسب، لازم كل لعيب يبقى شايف دوره في الفرقه ايه ودوره مهم ولا لا ويأدي على اساسه. لو درجة مهمة ما ينفعش تبقى غايب. طب انت شايف كده بلال، انت برضو كان عندك نفس المشكله ظهرك؟ طبعا يعني ما لازم كل لعيب يعني يشوف دوره يعني وينفذه، ما ياخدش دور اكبر من دوره او يفتكر ان دوره اصغر من كده. ينفذ الدور طبعا اللي عايزها يعني. انت جيت على نفسك كتير عشان ظهرك يعني، انت السنه دي تعرضت مرتين لاصابه في ظهرك ومع ذلك كنت اسبوع ولا حاجه وبتبقى بتلحق بفرقتك. طبعا. كنت تيجي على نفسك ليه؟ ما انت ممكن تقول انا عايز اتعالج. ما علشان يعني روحي للفرقه، وان انا طبعا لازم اكون موجود يعني تساعدهم. يعني طبعا يعني لو مش موجود هيبقى عندنا مشكله كبيره تحت الحلقه الخمسيه الاساسيه. فبتيجي على نفسك ودي بتعلمك، خلي بالك، ما ده بيخليك ناشف، خليك ان انت تتحمل الالم وتلعب ما تقلقش. لان اوقات كتيره جدا بيبقى الالم ده عائق لاي لاعب ان هو يلعب. صح كده. طيب يعني المينتاليتي بتاعت لاعب، يعني هسالك سؤال يا عبد الله، ايه اللي بيفرق بين لاعب والتاني؟ يعني المينتاليتي اهم حاجه، هو بيفكر ازاي ولا بينزل الملعب، اول ما يربط رواد الجزمه ينسى كل حاجه ونكست بلاي دايما. يعني انت قصدك البرين والمنتاليتي هي اللي بتفرق، وبلال بياكد كلامه ان المنتاليتي بتفرق من اللاعب للتاني، الدماغ والنكست بلاي يعني لازم تبقى مركز في النكست بلاي، تعمل كوره وحشه لازم تركز في اللي وراها. دايما الكوره الجايه، ما ينفعش تركز في كوره يعني ضيعت كوره خلاص، لا مش لازم بقى ركز في الكره اللي بعديها عشان تجيب الجايه. طبعا مهمه جدا جدا دي يا بلال، ان انت ما تبقاش في كوره انت جلتها وتركز في اللي بعديها، تروح برده اللي بعديها وحش وتروح اللي بعديها وحش كده مش هلعب. المنتاليتي بتفرق من لعيب للتاني. طبعا. ربنا ميزنا من المخ بالعقل، فالمنتاليتي بتفرق من واحد للتاني. طيب هتكلم على الجمهوريه. وطبعا انتوا اكيد بتتابعوا بطوله المنطقه بتاعت اسكندريه اللي شغاله دلوقتي. طبعا. وشايفين الفرق وشايفين الفرق اللي بتلعب شكلها ايه، شايفين مستوانا ايه؟ يعني احنا بقينا بعد سنتين النهارده افضل من الفرق دي؟ طبعا ننافس بكل شراسه على البطوله. طبعا
برافو عليك، تعجبني لانه فعلا انت اكيد عينيكوا جايبه. اه انا نفسي لما اتفرجت على الماتشات لقيت ان انتوا ما شاء الله اتطورتوا جدا. بالظبط نفس الشعور ده افضل يمكن اتفرجنا مع بعض على ماتش واثنين، انت شايف ان انتوا اتطورتوا؟ اتطورنا جدا طبعا، ان شاء الله نكسب الفرقه دي فوق ال 15 بونت مرايه عادي. اي فرقه من دول ان شاء الله بالجهد والتعب والعرق مع كابتن محمد تقدروا تكسبوا. طب عبد الله انت يعني بلال طبعا ثلاث سنين في النادي الاهلي خلاص يعتبر من اولاد النادي الاهلي وانت كذلك، ايه اللي يفرق النادي الاهلي عن اي نادي ثاني؟ التمرين دايما بيبقى بقوه اكتر من اي نادي تاني، يعني دايما مركزين مع اللعيب، كل الجهاز الفني مركز مع كل اللعيبه، مش مفيش لعيب رامين قدام عشان نبني قدام، مفيش كده، مفيش اللعيبه المدربين كلهم مركزين انهم يطوروا اللعيبه ويطوروا الفرقه. طيب هل النادي الاهلي بيقبل بالمركز الثاني يا عبد الله مثلا؟ لا طبعا المركز الاول دايما خدناش اول يبقى ما لعبناش البطوله. وانت بلال شايف اللي يختلف ايه؟ يعني انت برضو من وجهه نظرك يختلف النادي الاهلي عن اي نادي مع كل الاحترام طبعا لانديه مصر طبعًا. بس انت اتعلمت في النادي الاهلي حاجه مختلفه، ايه المختلف اتعلمته؟ شخصيه البطل طبعا. يعني لازم نكسب مركز اول طبعا، مفيش غير المركز الاول، مفيش وروح النادي الاهلي الروح الواحده والفرقه الواحده. طيب اهم حاجه وفرها لكم كابتن محمد مجدي ابو فريخه السنه دي، ايه اللي اداه لكم كابتن محمد وشايف انه حاجه فرقت معاكم جدا من وجهه نظرك يا بلال؟ الحاجات اللي في نص الماتشات بعد كل ماتش بتاع الفاينل كان عشان الماتش متصور كان يقطع لنا لكل واحد غلطاته فعلا. ونفوت نعمل ايه احسن من كده ويظبطنا، فعشان كده كل ماتش عن اللي بعديه كنا بنفرق طوره. تعرف غلطاتك طبعا. عبد الله ايه كابتن محمد ايه اللي كان بيعمله الجديد فرق معاكم؟ فرق معانا قوي طبعا الديفنس رقم واحد، احنا كنا فرقه بامانه ما كناش بندافع. كابتن محمد فرق معانا جدا في الديفنس، وده اللي خلى يعني السكور يفرق ما بيننا احنا والفرقه 15 20 من ساعتها ما بنبقاش موفقين في الاوفنس. وطبعا بعد كل ماتش زي ما بلال قال كان بيعمل فيديو روم ويورينا غلطات الفرقه ويورينا غلطات اللعيبه، وكنا دايما مركزين حتى بننزل الماتش بيفكرنا بالغلطات التاني. فدي حاجه كويسه بتهيألي دي بيشتغل منتال على يعني هو الفرجه على غلطاتك بتخليك تتطور من غير ما تتمرن. انت لازم تشوف غلطاتك، فمن غير ما يمرنك هو وراك الغلطه بعينك، فانت لما تنزل مش هتكررها لان اوتوماتيك انت دماغك اشتغلت على حاجه زي كده. طيب وجود كابتن مودي الجرحي، وجود كابتن الجمال، كابتن كريم ضيف معاكم في كل حاجه، مستر داني، شايف وجودهم ازاي؟ ده بيبقى داعم ليك لما تحسوا النادي الاهلي كله وراكم؟ داعم لينا، وكمان هم بيقفوا جنبنا كتير، وهم برضو يعني زي اخواتنا الكبار طبعا، ودايما بيساعدونا لو طلبنا منهم حاجه بيساعدونا، فاحنا اقل حاجه لينا ان احنا نكسب بطوله دي. بلال رايك ايه؟ طبعا وجودهم طبعا كابتن مودي الجرح اللي اشترينا السنه دي وجاب الحمد لله. بس يعني هو دايما كلهم في ظهرنا، دايما كلهم بيساعدونا، ما بيسيبوش لعيب الا ما يحاولوا يساعدوه. الناس اللي جايين مغتربين كلهم يعني حرفيا بيساعدوا كل حد، حد بيسيبوه ورا. ان شاء الله ربنا يوفقك يا بلال، انا سعيد بيك والف مليون مبروك تاني كاس البطوله، والف مبروك للام في بي، ان شاء الله تعمل احسن واحسن ان شاء الله. بلال بشكرك نورتيني وشرفتيني حبيبي. شكرا. عبد الله هيثم السعيد بشكرك نورتيني وشرفتيني واتمنى لك كل التوفيق. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل وهيكون ضيفنا في الفقره القادمه كابتن محمد مجدي ابو فريخ المدير الفني لهذا الفريق، هنتكلم معاه عن كل شيء ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع فريق 16 سنه كره السله ناشئين، واللي استطاع انه يفوز ببطوله القاهره بدون ولا هزيمه. وزي ما قلت مرارا وتكرارا هذا الفريق من سنتين كان بيتاخر كتير عن اي فريق على الاقل 15 20 نقطه، شغل كتير حصل وتطوير من ناحيه النادي الاهلي، وكان من اهم هذا التطوير هو استقدام مدير فني كفء الحقيقه وثبت اداءه وثبت وجوده الحقيقه مع الفريق، وهنقول ده ازاي وبالدليل وبكل شيء. كان التعاقد مع كابتن محمد مجدي ابو فريخه اللي برحب بيه. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن هيثم. اهلا بيك، ربنا يخليك. كابتن محمد اخش معاك على طول في الجد، يمكن بقى حوارنا مع اللعيبه بيبقى مختلف، ولكن حواري مع حضرتك هيبقى بشكل يعني اكتر عمقا وتفصيليا. النادي الاهلي كلمك وعايزك معاه، انت النهارده واقع تحت ضغطين وقعوا عليك قبل ما تمسك الفرقه. اول واقع وهو ان انت ابن طبعا الدكتور مجدي ابو فريخه، رجل يعني رئيس الاتحاد المصري لكره السله، وراجل يعني الناس كلها بتحبه، وراجل معروف طبعا في المجال، ونفس الوقت الجيل ده من سنتين ما كانش كويس. فانت النهارده عندك بادئ الموسم بسم الله الرحمن الرحيم كده بضغوط، تعاملت ازاي مع الضغوط دي؟ هو انا لو يعني اول ما جيت النادي كنت قعدت مع الكابتن داني رئيس الجهاز بتاعنا، وقال لي الفرقه وهنضطر نقسم الفرقه، لان 2009 احنا عايزين نعمل لهم جيل لوحدهم ونلعبهم باسم نادي تاني عشان هم مرتبط السنه الجايه. فلما جيت اتفرجت على الفرقه لقيت ان الموضوع صعب شويه، بس انا دايما بحب اخش اي حته يعني بتشالنج جديد وتحدي جديد،
وكنت داخل بالتحدي ده. هو اتكلم معايا قال لي احنا مش يعني مركزين قوي في المكسب، احنا عايزين الفرقه دي نحافظ عليها لفيما بعد وهندعم وهنعمل. قلت له لا ان شاء الله احنا يعني هنكسب وهنطور الاداء وهنخلي اللعيبه دي في حته تانية ان شاء الله. برافو. الضغط التاني بقى بتاع الدكتور مجدي انا متعود عليه بقى لي 10 سنين مدرب. خلاص خلاص الموضوع بالنسبه يعني لي يعني مش جديد عليك. يعني بالظبط يعني. بس خلينا اتكلم انه وجودك مع مدربين اجانب كتير، انت اشتغلت مع مدربين اجانب ومصريين طبعا كتير كويسين، يعني ما فيش الحمد لله. يعني وكمان الميزه فيك ان انت خدت من كل واحد حاجه حقيقي. انا كنت بحب اتعلم من كل واحد الحلو بتاعه. بص هو ما فيش انسان كامل، انا بحب اتعلم من كل واحد الحلو بتاعه واسيب الوحش بتاعه في نفس الوقت. انا لسه عندي وحش بتاعي انا، لان ما فيش انسان كامل، فبنحاول على قد ما نقدر نبقى اب تو ديت، وفي نفس الوقت نحاول نتلافى الوحش بتاعنا ونشوف اخطائنا في السنين اللي فاتت ونحاول نعدلها السنين اللي بعدها. شايف من وجهه نظرك اللي يميز المدرب الاجنبي عن المدرب المصري؟ اصل الموضوع دي حدوته كبيره. والنهارده بقينا للاسف المدربين المصريين الكفء بقوا قله، خلينا نتكلم حقيقه، والدوري ما بيرحمش. دي حقيقه. والانديه الكبيره عايزه مكسب طبعا، فبيقول لك انا بجرب مدرب اتنين مصري وبعد كده هجيب. ايه اللي بيميز المدرب الاجنبي عن المصري؟ بص رقم واحد، المدرب الاجنبي بيتوفر له كل حاجه في الدنيا عكس المدرب المصري. برافو. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، وكنت بتكلم فيها مع ناس كتير. وفروا للمدرب المصري اللي انتوا بتدوه للمدرب الاجنبي، وبعدين حاسبوا المدرب المصري. النهارده الاجنبي بيجي بيطلب مثلا بوردات جديده في الصاله، بيطلب عدد بوردات زياده، بيطلب عدد تمارين زياده، بيطلب حاجات كتير قوي انت بتوفرها له عشان هو اجنبي وانت خايف عليه لا يزعل ويمشي. انما لما يجي المدرب المصري يطلب منك الطلبات دي تقول له هو ده اللي انا هجيب لك. فانت شايف ان الدعم طبعا الدعم للمدرب المصري، انا بتكلم على مستوى الدرجه الاولى طبعا، دعم المدرب المصري بيكون اقل في كل المستويات. انت عايز تنجح الاجنبي في كل المستويات. في كل المستويات. طيب يعني هتكلم بقى على فرق الفرقه. انت مسكت الفرقه خلاص وتوليت المسؤوليه من اول يوم، اكيد كان ليك استراتيجيه، قسمت شغلك، عملت ايه مع الفرقه دي، اشتغلت ازاي؟ هو انا الاول جيت اتفرجت على الفرقه بدون وجود الاطوال، بدون وجود ولا لعيب فوق القامه، اللي هو بلال، اسعد، عبد الله، ادهم، قاسم اللي هو من المنصوره. اتفرجت على الفرقه من غير الاطوال، هم قالوا لي في اطوال وفي بتاع، فانا دخلت اتفرجت على الفرقه اللي هو اتخضيت. ايه مفيش اطوال، مفيش خالص بقى. اي فرقه من غير اطوال هتبقى صعبه طبعا. حتى لو احسن لعيبه في العالم الاطوال، فقالوا لي لا دول لسه هيجوا بتاع. فالمهم انا ابتديت اشتغل مع القصيرين، ابتديت احدد كل واحد رايح فين، اتجاهه ايه، نقط قوته ايه، نقط ضعفه ايه. ابتدت اللعيبه الاطوال اللي كان في المنتخب واللي كان مصاب واللي كان لسه بيخلص من نادي مدينه نصر و ابتدت الناس دي تيجي كلها. ابتديت يعني اشوف شكل الفرقه في العام هيبقى عامل ازاي، مين قوي الشخصيه، مين يعني شخصيته لسه ما اتكونتش، مين ليدر، مين مش ليدر. خلي بالك برضو انا دارس شويه سايكولوجي، فعندي بيرسوناليتي. انا عندي ازاي في الجامعه، وخدت دورات سايكولوجي، وما كنت في امريكا اشتغلت كتير مع جامعات في امريكا على موضوع السايكولوجي ده. فانا عندي بيرسوناليتي بروفايل لكل واحد، كل واحد شخصيته عامله ايه. خلي بالك برضو في السن ده انت بتدي باسكت فني وبتدي دعم نفسي جامد جدا. صح. جامد جدا. صح. لان السن ده بالذات هو مرحله الطفره بين انا طفل صغير، انا لسه صغير، لا انا كبير، لا انا صغير، هو لسه مش عارف وعايز ايه. فانت لازم تكون الداعم النفسي رقم واحد ليه. بس طيب انت اشتغلت عليهم فنيا ونفسيا الاثنين، لانه يعني حتى انا بشوفك دايما على البنش ما بتزعقش لحد، ودي حاجه كويسه جدا. حتى لو لعيب ما بتسحبوش على طول، يعني ليك حاجات اساسيات كده انت حاططها، وعملت حاجه كويسه جدا بصراحه. خليني اكلم معاك بكل امانه، اديك حقك. انت النهارده لعبت بال 14 15 لعيب اللي معاك. مظبوط. واللي يقعد يتفرج على الفرقه في لعيبه مميزه طبعا زي بلال وغيره وغيره، ولكن النهارده بتقعد لا كل بيشارك وكل ليه دور. شايف ده مفتاح مكسب؟ طبعا. ليه؟ لان انت ما ينفعش تلعب 6 ماتشات في 15 يوم، او انا اسف في 12 يوم، بخمسه سته لعيبه، بسبعه ثمانيه لعيبه. هو ده اللي كان عامل الفارق بيننا وبين الفرق اللي احنا كسبناها كتير. الفرق دي استهلكت في الدور الاول، فبالتالي انت بقيت مرتاح عليهم في الدور الثاني، انت اللي عندك ما استهلكش. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا دايما لما بخش فريق مش بركز مع لعيب اتنين تلاته، لا انا بدي ال 14 لعيب حقهم، او ايا كان اللي في السكواد قد ايه، انا لازم ده ياخد حقه، لان ده شغلي، دي رسالتي. نعم. ان انا ادي احسن لعيب واسوأ لعيب نفس الاهتمام. يمكن اسوأ لعيب يبقى احسن لعيب. صحيح. انت مش عارف، لان المرحله العمريه دي انت ما انتش عارف البيك بتاعه هيبقى امتى، فلازم تديله نفس الاهتمام. صح. بس وشفنا الكلام ده، وكل لعيبه لعبت، كل لعيبه كان لها دور الحقيقه يعني.
طيب معلش اعرضوا لنا بقى الفيديو، انا في فيديو كده جبناه يا كابتن، كنت دايما بتعمل سبيشال بليس كده في النص وبتبقى غير متوقعه. اهو الفيديو اهو، معلش اعرضوه لنا هنا يا جماعه، اهو خلينا نشوفه هنا. اوكي اللعبه دي معلش اعيدوها تاني، دي كانت في مباراه الظهور الاخيره وكان احنا كاسبين كتير يعني النتيجه. أيوة. تحت هنا باينه هي 60-41. ايوه مظبوط. تشرح لي اللعبه دي يا كابتن وعملتها هو ليه؟ هو احنا من اول السيزون انا ممرن على البلاي ده وقايل لهم احنا هنفضل مأجلينه لحد وقت معين هقول لكم عليه هنلعبه. يعني انت اتمرنت عليها في الملعب؟ متمرنين عليها احنا. مفيش حاجه بنعملها مش متمرنين عليها، حتى السبيشال سيتويشن لازم تبقى مرن عليه مره واثنين وثلاثه. بس هي الفكره كلها ان احنا طول الجيم بنلعب، هو الظهور كان بيلعب تقريبا ل 40 دقيقه زون، فاحنا عمالين نفتح الزون نفتح الزون ونلعب من بره ونشوط ثلاثات، فابتدى الزون بتاعه يتفتح زي ما انت شايف الزون مفتوح. فبالتالي قلت لهم ده وقتها لان هم خلاص هو الزون بتاعه الزون مفتوح ستريتش جامد، فخلاص انت لازم تخش تخترق العمق زي ما حضرتك شفت كده. طب اشرح لي اللعبه يعني هنا. هو مفيش، هو بيتعمل دبل سكرين للاثنين اللي فوق، اثنين فوق حجزوا الاثنين لعيبه اللي فوق بالظبط كده، ونقيت كمان عبد الله هو اللي يعمل الدرايف ده لان عبد الله السنس بتاعه على الاليوب كويس، وطبعا ادهم السكرين الداون سكرين ده. وبلال طبعا ما شاء الله عليه، هو عشان هو بيطير، هو على فكره بلال قبل البلاي وانا بقول له احنا نلعبها دلوقتي قال انا خايف اضيعها، قلت له حتى لو ضيعتها ما عنديش مشكله يعني. كويس يعني تاني اللعبه هي اتنين سكرين فوق دخل واحد سكرين تحت وسكرين تحت بالظبط كده. وخلي بالك برضه انا بديها في كذا اوبشن لان حتى لو الراجل اللي هو اللي في نص الزون البيج جاي اللي في نص الزون لو ما طلعلوش ونزل لبلال تحت انا مدي الاوبشن لعبد الله ان هو يلعبها فلوتر، ومتمرنين عليها كتير ان انت لو ما لقوش فاضي يلعبها الحلقه بالظبط كده. بالظبط كده وهو كان طالع يلعبها الحلقه فعلا بالظبط كده، بس هو لا بلال في افضل راح مديها له بالظبط كده. طب يا كابتن انت بتقصد ايه بقى من الالعاب دي؟ واللعبه دي برضو واحده زيها بس احنا مش معانا للاسف، لعبه بتاعه مصر التامين في نهايه ال 8 من 10 بتاعه مصر التامين دي انا خلقت لهم ثلاثه اوبشن منها وقلت لهم اختاروا الاصلح، سكرين رايح لعبد الله عشان عبد الله يشوط 3 بوينت لان عبد الله يعتبر من الشويت عندي في الفرقه، وباك سكرين لبلال دبل باك سكرين لبلال عشان يطلع يحط الاليوب اللي هو جابه، وكمان سكرين لاسعد يطلع يشوط. فانا خلقت ثلاثه سيتويشن في نفس البلاي عشان خاطر انت 8 من 10 فاللي هيمسك لهم القرار وهم ياخدوا القرار. حلو طبعا ما انت لازم تخلق لهم قرارات، انت انت مش بتدي الاوردر، انت بتدي في اوبشن 1 2 3 4 انت خد قرارك، لازم تبني له شخصيته كده، انت ما ينفعش تقف ماسك الدراع من بره. صحيح انت بتدي له كل لعيب بالظبط، انت بتدي له اوبشنز هو لازم ياخد قراراته، واما يغلط تقول له انت غلطت في كذا اتعلم. ولا يهمك بالزبط. اتعلم. صحيح احنا هنا بنتعلم، حتى لما احنا البطوله خلصت ومش خلصت انتهت يعني، لما الشمس كسب الزهور واحنا اتاكدنا ان احنا خلاص كسبنا، قلت لهم يا جماعه احنا مبروك البطوله احنا لسه ما خلصناش، احنا كل يوم بنتعلم ولسه في فيديو للماتش ده ولسه في فيديو للماتش اللي بعده، حتى واحنا ضامنين البطوله حتى واحنا كسبانين البطوله احنا لازم نتعلم يا جماعه، احنا جايين نتعلم مش مجرد احنا جايين نكسب بطوله ونمشي، احنا بنبني جيل. برافو. وكمان بتخلي له تارجت وهدف اسمى واكبر بالظبط، ان هو العلام ما بيخلص بالزبط. فالنهارده يا جماعه لا اتعلموا. طب يا كابتن قول لي يعني من وجهه نظرك لاي مدير فني في السن ده بالذات اهم تحدي ليه ايه؟ الدعم النفسي. انا بلاقي ان الموضوع يعني في مدربين في السن ده بيبقى هدفها الاول والاخير هو مكسب البطوله، المكسب حلو ومكسب بيجيب مكسب زي ما بيقولوا، بس صدقني انت مش هتبقى مبسوط وانت كسبان وفرقتك مش يعني مش في احسن حالاتها النفسيه ولاعيبه مضغوطه ولاعيبه بتعيط ولاعيبه تعبانه نفسيا مهزوزين مش احسن حاجه، بالعكس انت ادي له كل الدعم النفسي هو لوحده هيكسب البطوله. طب كابتن يعني انت اشتغلت في انديه كتير وخدت خبرات كتير، شايف ايه اللي يميز النادي الاهلي غير اي نادي؟ النظام. النادي الاهلي نادي منظم بشكل كبير جدا، نادي داعم للمدربين واللاعبين بشكل كبير جدا غير اي نادي تاني انا اشتغلت فيه. وده انا شفته، حتى انا كان حصل لي ظروف كده لفتره زمنيه يعني واتكلمت مع كابتن مودي قلت له الوضع وبتاع، وكان كابتن كريم ضيف موجود، وبالمناسبه كويس ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده، انا حابب اشكر الكابتن كريم ضيف لان هو جزء لا يتجزأ من الفوز بالبطوله دي فعلا. لان هو خد حوالي 20 يوم كاملين تدريب للفرقه دي بدون يعني ما يشتكي ولا يتكلم، هو شال ال 20 يوم كاملين لان انا كان عندي ظروف كده كانت صعبه قوي ان انا ابقى موجود يعني. فانا بشكره كابتن كريم وبشكر كابتن مودي على ان هم وقفوا في ظهري، ودي حاجه من الحاجات الاساسيه في اي نادي، ولكن هي موجوده بشكل كبير قوي في النادي الاهلي عن بقيه الانديه. ودي حاجه طبعا شهاده يعني اكيد نثق فيها لانه انت عندك خبرات الله اكبر على سنك الصغير ده وتعاملت مع انديه مختلفه مع احترامنا لكل الانديه طبعا ده موضوع، ولكن احنا بنتكلم على اللي يميز النادي الاهلي هو ده. طيب وجودك في امريكا فتره او فتره من الفترات
كان ليه؟ رحت عملت ايه؟ احكي لنا على التجربه دي. هي يعني زي مش دوره تدريبيه، هي دوره كبيره جدا تابعه للجنه الاولمبيه الدوليه واللجنه الاولمبيه الامريكيه والفيبا. بنروح نقعد حوالي 30 35 يوم مع جامعات مختلفه في امريكا، نشوف هم بيشتغلوا ازاي. جامعه واحده ولا كذا جامعه؟ انا رحت ثلاث جامعات. حلو. رحت دافيدسون وليهاي ودلاوير. في ثلاث ولايات واحدة؟ لا ثلاث ولايات عشان بسال. لا لا لان كل ولايه بفكره. بالظبط كده بالظبط. وكل جامعه بفكر. فكر صحيح. وكل جامعه بتلعب في ديفيجن معين، بتعمل حاجه معينه ليها سيستم. نعم. بلاي معين. نعم. بس اللي انا شفته هناك واحنا بجد ده اللي ناقصنا هنا، هو احنا ما بعد الباسكت بول، ما بعد الاكس والاو، ما بعد البورد، احنا بنعمل ايه بره البورد للعيب؟ هناك الاهتمام باللعيب من داي 1 لحد السنه ما تخلص وما بعد السنه. هناك الناس بتدور على اللعيبه لسنه 2026 وسنه 2027. بص هم باصين لفين. احنا مش مجرد احنا عندنا لعيبه كويسه في الجامعه، بس احنا هنريكروت لعيبه لحد 27، فاحنا محتاجين نبقى عاملين البلان بتاعتنا والبورد بتاعنا مليان. الناس التغذيه بتاعتهم عامله ازاي، الناس الفيديو ميتينجز بتاعتهم عامله ازاي، الناس حتى الـ يعني الجانب النفسي بيتعاملوا معاهم ازاي، جايبين لهم لايف كوتش على طول موجود معاهم، جايبين لهم اس ان سي سترينث اند كونديشننج كوتش موجود على طول معاهم. في حاجات كتير بره الباسكت بول. صحيح. فهو ده اللي احنا بنحاول نطبقه من السنه اللي فاتت، يعني في المنتخبات نبدا بس الاول بالمنتخبات، نبتدي نبص ما بعد الباسكت بول وينتقل من المنتخبات للانديه. وينتقل من المنتخبات للانديه بالظبط. دي كانت اول تجربه ليك مع امريكا ولا رحت قبل؟ لا دي اول مره ليا اروح امريكا. هو كان الانبهار كله في ما بعد الباسكت بول، مش اي حاجه تانيه، لان الباسكت بول هو كل واحد في العالم. استفدت من التجربه دي كابتن؟ طبعا طبعا استفدت. كان فيها امتحان ولا جاست؟ لا 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 هي مش امتحان. هو انت عندك انت وانت قاعد 35 يوم انت بتعمل اساينمنتس كتير قوي قوي قوي، وانت شغال ريفليكشنز وانترفيوز وبتتكلم مع ده وبتاخد داتا من ده و و و وهكذا. ادوك سيرتيفيكيت بعد طبعا معايا سيرتيفيكيت من هو البروجرام اسمه اي كاب انترناشونال كوتشز ابرنتشيب فور باسكتبول. البروجرام ده معايا السيرتيفيكيت بتاعته، هو يعتبر اعلى بروجرام تدريبي موجود في الاتحاد الدولي او في اللجنه الاولمبيه، لان هو ضامن. احنا كنا 16 مدرب من مختلف انحاء العالم. 16 مدرب بس؟ وكل دوله بعت يعني يعتبر الاحسن او البروميسنج اللي جاي عنده. ممتاز جدا. واكيد يعني زي ما جات لك هتيجي لغيرك. فده بالظبط. احنا في اتنين في مصر على فكره واخدينها، انا والكابتن بيبو عبد الوهاب. بيبو اخدها السنه اللي فاتت تقريبا من 3 سنين. 3 سنين صح. شفت صور وكان بالظبط كده. طيب تجربه مفيده اكيد فادتك، وانت شايف ان هي ممكن ان شاء الله تتعمم في منتخبات مصر. النهارده احنا على مستوى قطاع الناشئين بنلعب بطولات كتير. احنا في افريقيا الحمد لله على مستوى 16 و18 والاعمار دي احنا يا اول يا تاني دايما كده. بالظبط. وبنطلع كاس عالم وبتاع، بس محتاجين بقى يعني. ما هو ده الفرق يا كابتن هيثم، ده اللي انا بتكلم مع حضرتك فيه. احنا لحد النهارده بنفضل نلف في حلقه مفرغه حوالين الباسكت بول. ما بعد الباسكت بول هو اللي الدول دي سبقانه فيه، لان ما بعد الباسكت بول مرتبط بالباسكت بول. ما ينفعش تدي باسكت بول فني وبدني على عيني وعلى راسي وتغفل عن كل حاجه تانية. بالتخطيط كمنظومه كامله. بالظبط كده. ده اللي ينقصنا وينقصنا نتطرق ليه. واحنا ابتدينا فعلا في المنتخبات نشتغل على الموضوع ده. ومن النهارده احنا عندنا مثلا منتخب 2009 2010 السنه الجايه فعلا 2009 احنا هنشتغل معاهم من دلوقتي. صح. من دلوقتي وابتدينا نحط البلان بتاعتنا ومواعيد التمارين بتاعتنا والدنيا هنشتغل فيها ازاي، لان انت بتحط يعني زي لونج تيرم بلان كده. انا عايز اقول ان نجاحك الحمد لله رب مع تجربة النادي الأهلي ونجاحك حتى قبل انت قبل ما تيجي من النادي الأهلي الحمد لله انت ناجح كمان. ما كانش النادي الأهلي كلمك وقعد معاك، ولكن النهارده تجربتك مع النادي الأهلي ونجاحك حطك النهارده مدرب عام لمنتخب اللي طلع كاس عالم. يعني قصدي اقول كله مبني على بعضه. بالزبط. فالنهارده انت عندك فرصه تطبق الفكر ده بتاعك. بالزبط. وتبص على 2009 وتبص على 2008. شايف ان احنا نقدر؟ يعني انا عاجبني التفاؤل اللي بتتكلم بيه، وهو ده اللي احنا عايزينه. عايزين الروح الشباب، يعني عايزين الشباب هم اللي يبتدوا يخططوا، لان بيبقى في دم جديد. بالزبط. وفي فكر جديد. شايف النهارده ان احنا لو خدنا بالاسباب ممكن الاقي منتخب شباب زي اليد كده رابع عالم، ثاني عالم، ثالث عالم، خامس عالم؟ نيجيريا ومالي عملت كده. بالظبط. هو مش هو مفيش حاجه بعيده عن ربنا ومفيش حاجه بعيده للمجتهد، لان ربنا بيدي المجتهد، وده اللي انا دايما بغرزه. انت طول ما انت بتجتهد وبتحاول وبتعمل عليك وبتيجي على نفسك عشان خاطر حاجه اكيد ربنا هيكرمك فيها، بس احنا لازم ناخد بالاسباب. فان شاء الله يعني
يمكن المنتخب اللي طلع تركيا ده باذن الله احنا على قد ما نقدر هنحاول ناخد بالاسباب وربنا يكرمنا. خلي بالك برضو احنا عندنا مشكله في منتخباتنا ان احنا لسه ما وصلناش للفاينل 8 في كاس العالم. فاحنا اولا التارجت بتاعنا ان احنا نوصل للفاينل 8. انا شايف ان بعد الفاينل 8 انت لازم تكسر الحته النفسيه بتاعتك احنا ما بنخشش. برافو عليك. لازم نكسرها. عايز تكسب ماتشين في مجموعتك. لازم تكسب ماتشين في مجموعتك. بالظبط. وانت بتبقى قريب. احنا يعني بنبقى قريبين قوي قوي قوي. احنا كنا في كاس العالم اللي فات قريبين قوي 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 ان احنا نوصل الثمانيه بس. يعني البرازيل ماتش البرازيل انا فاكره كانت الدنيا قريبه جدا جدا وخناقه حصلت في الاخر وانت كنت هناك. انا كنت موجود بس هي المشكله ان احنا محتاجين زي ما انت قلت نكسر حته التاهل من المجموعه. بالظبط بالظبط. انت النهارده يعني منتخبات اليد ابتدت كده. بالظبط. ابتدت بالشباب والناشئين وكده يخش فاينل فور. بس يا سيدي مش عارف مش عارف فايف خش فانا لقيت. بس احنا في اليد برضو انا يعني انا وانا انا تربيه رياضيه لعبت كل الرياضات. اليد هي احنا مميزين فيها. احنا اقوياء جدا بالنسبه للنمط الجسماني بتاعنا. بالظبط كده زي الاسكواش احنا مميزين جدا. انما الباسكت فنياتها كتير قوي اصعب وعندنا دول اكتر. خلي بالزبط بالك بالزبط اليد بالزبط هي اوروبا. بالظبط كده. انما النهارده الباسكت لا اوروبا وكوبا امريكا وافريقيا. بالظبط. افريقيا بقت في حته ثانيه. بقت حته ثانيه. فالنهارده مالي حتى منتخب الشباب وصل الفاينل مع امريكا من 3 4 سنين. فالنهارده حتى افريقيا بقت صعبه جدا فيها المنافسه. طيب ايه اللي يميز اللعيب المصري من وجهه نظرك؟ يعني اكيد في ميزه ما احنا لازم ندور على الميزه اللي عندنا. ايه اللي يميز اللعيب المصري؟ يمكن الميزه عندنا احنا بالذات ان احنا دايما بنحاول نزرع في منتخباتنا وفي لاعبينا ولاعباتنا منتخب مصر يعني حب مصر. احنا مصر يعني ليها طول عمرها الرياضه الافريقيه والعربيه الحمد لله في الباسكتبول. صحيح. لسه احنا كسبانين بطوله العربيه بالمناسبه من شويه. الحمد لله مبروك. الحمد لله. الله يبارك فيك. على الخبر ده وبارك. الحمد لله. فاحنا لينا الرياده دي عايزين بقى وده برضو ناتج ان احنا مصر 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 بنحب مصر. عايزين ننقل بقى الحته دي للعالميه. تاخدنا للعالميه. والله يا كابتن هيثم هي قريبه مش بعيده. هي قريبه مش بعيده بس هي حاجز نفسي انا يعني احنا عايزين نكسره. لو كسرناه صدقني احنا في يعني في الفاينل 6 على الاقل. طب انا هتكلم معاك بكل امانه بكل وضوح. يعني النهارده انا عايز منتخباتي تحقق نتيجه في كاس العالم. ما لازم اديها اعداد يا كابتن. يعني النهارده انا اللي خلى اليد تعمل ايه؟ انا بقول لك من وجهه نظري انا ممكن مثلا تلاقي محتاجين نعمل دورتين جامدين. محتاجين ان انت زي ما قلت النهارده 2009 انا بشتغل معاه من النهارده. لازم اديله احتكاك. لازم يشوف اللعيبه الاوروبيين قبل ما يلعبهم. بالظبط. في كاس العالم لازم يخليه يشوف اللعيبه الامريكان قبل ما يلعبهم. بالزبط. في كاس العالم. شايف ده ممكن ولا البادجت اللي بتبقى محطوطه في الاتحاد لا 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 ممكن ازاي نقدر نعمل ده؟ ما احنا دايما قبل اي بطوله كاس عالم اي بطوله افريقيا بيبقى فيه زي دوره يعني وديه بتتعمل بين المنتخبات بالتنسيق زي كاس العالم الكبار اللي عملوه في دبي. بالظبط كده. بالظبط كده. محتاجين ده برضو للصغيرين. بالظبط. احنا بنعمل ده وموجود بس يمكن ما بنستفدش منه الاستفاده القصوى. خلينا يعني نتكلم شويه بصراحه. لان كويس بنتعلم من اخطائنا. كويس. لان برضه ساعات اللعيب هو لسه صغير فبالنسبه له انا مثلا كسبت افريقيا وطالع العب كاس عالم فهل ده مثلا التارجت بتاعي؟ هو يشوف بعيد قوي ان انا هكسب كاس العالم. بعيد قوي هو في دماغه ان هو بعيد قوي. طب ازاي خليه يصدق؟ ما هو احنا بنحاول الاول يعني نكسر زي ما قلت لك الحاجز النفسي بتاع التوب 8. بعد كده نكسر له حاجز التوب 6. بعد كده نكسر له حاجز التوب 4. خدها تدريجي. بالظبط. انما انت لو دخلت قلت له احنا هنكسب كاس العالم لا ده بيقول اي كلام. بالزبط. احنا مش هينفع نقول له. بالظبط كده. شايف منتخب مصر الكبير ازاي النهارده؟ عندنا في اجيال كبرت وفي اجيال طالعه وفي لعيبه زي كريم حاتم لعب كاس عالم وعنده 17 سنه. بالظبط. وكان معانا مدير فني قوي جدا روي رانا من احسن المدربين في العالم وسابنا النهارده. وبالمناسبه احنا كنا حيينا كمان برضو اتحاد السله على قراره ده لانه لازم يكون متفرغ ودي حاجه طبعا. بالزبط. احنا ما قلناش انه انهى عقده بس هو ما جددلوش. منتخب مصر عايزينه يستمر. كان معايا امين رزيق مدرب منتخب تونس الحلقه اللي فاتت. احنا محتاجين الاستمراريه. بالزبط. شايف نقدر ازاي نعمل ده مع المنتخب الكبير ان احنا نقول ان احنا كمان سنتين عندنا فلان وفلان وفلان هم اللي هيشيلوا. ازاي ده يحصل؟ هم ما شاء الله يعني ماشيين كويس قوي في خلال الاربع سنين اللي فاتوا دول. احنا بنتطور جدا. احنا بعدنا جدا على فكره عن العرب وعن فرقنا كانت الاردن ولبنان. احنا فرقنا عنهم دي. فرقنا عن كل العرب. فرقنا عن شمال افريقيا كلها. يبقى الاحتكاك بيننا وبين تالي جنوب السودان بس في افريقيا. بس برضو جنوب السودان مجنسين كلهم. مفيش امريكان. بالظبط كده. انا شايف ان هم قايمين بدورهم على اكمل وجه. حتى بعد كوتش روي ما مشي موجود كابتن وائل وكابتن سولي وعمرو رامي جنيدي وكابتن رامي جنيدي طبعا المنضم حديثا ليهم. واتفرجنا في البطوله العربيه على كريم حاتم واحمد ياسر ريحان
واتفرجنا على احمد ياسر عبد الوهاب، واتفرجنا على خالد عبد الناصر، اتفرجنا على مجموعه شباب طالعين من تحت. ايوه متوسط اعمارهم من 22 ل 18-17 سنه، فانت عامل الميكس بين اللعيبه الخبرات واللعيبه الصغيره، وشفنا اللعيبه دي بشكل حلو قوي في البطوله العربيه. بتكسب بيهم بتكسب يعني بيهم، بتكسب بتعمل ريبليس لعدد معين. بالظبط كده بالظبط كده. فانت النهارده خلاص انت كسرت حاجز ان انا عندي ناس كبيره في السن هي اللي مكمله، لا انت دخلت الناشئين. ودي بالمناسبه يعني كانت معموله ما بين الكوتش روي وكابتن وائل وكابتن سولي لما كانوا هم بيجهزوا للويندو والكاس العالم، و احنا كنا بنعسكر معاهم في نفس المكان، وكنا على طول في ميتنجز معاهم وقاعدين معاهم، والناس بتشرح لنا خططهم وبتيجي تقعد معانا في تمارينهم، في تماريننا واحنا بنروح نقعد معاهم في تمارينهم ونتفرج على الشغل. استفدنا كتير، وهو الكوتش روي الصراحه زي ما حضرتك قلت من احسن الكوتشات اللي جت مصر، ولكن الظروف يعني مفيش مشكله. وانا مبسوط ان يعني كابتن وائل بدر والكابتن سولي والكابتن رامي مكملين بنفس النهج على فكره، لو انت يعني خدت بالي لو اي حد متابع نفس سيستم، وده كان صح لان هو مش هيقدروا يعملوا سيستم جديد في 15 20 يوم. بالظبط كده، والسيستم ناجح وماشي. ودينا شفنا البطوله العربيه ما شاء الله يعني ما فيش ولا ماتش اقل من 20 بونت فرق. فزي الناشئين احنا لينا الرياضة العربية والأفريقية، وإن شاء الله هنكسر العالمية بإذن الله. طب كابتن يعني على مستوى انت قلت لي اوت بره البورد وبره الشغل اللي بره البورد، ايه اللي محتاجين يدخله؟ يعني برضو عايزين تفصيل شوية. يعني انت بتقول المهم النهاردة باسكت بول فيتنس ده تمام كل الناس بتتكلم فيه، ايه التخصصات اللي انت شايفها مهم وجودها دلوقتي ولازم تخش؟ كان زمان نسمع عن السكاوترز ده كان بيبقى حاجه ضرب من الخيال، دلوقتي بقى عنصر موجود مهم موجود. ايه اللي زاد بره عنا ومحتاجين ندخله؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا اولا هنتكلم في ثلاث حاجات. اول حاجه هي التغذيه، ده ملوش علاقه بالبدني يعني ده حد تانية وده حد تاني خالص، احنا عندنا الاثنين واحد. بالظبط ده رقم واحد. رقم اتنين هو احنا هنا مسمينه المعد النفسي، احنا مش عايزين معد نفسي، احنا عايزين لايف كوتش يقعد مع كل لعيب يحدد له اتجاهاته ايه والجولز بتاعته ايه وهو رايح فين. رقم ثلاثة ما عادش فيه فيديو اناليسز لشخص قاعد مع الاسيستنتس والهيد كوتش، لا الفيديو اناليسز بيتم عن طريق الراجل والاثنين اسيستنتس والكوتش لكل تمرينة كمان مش لكل ماتش. فيديو اناليسيس ده مهم ان هو يشوف جدا أخطأه. جدا لا انت بتعمله، انت عملته مع فرقتك. انا شغال معاهم بس انت بتعمله بايدك. انا كده كده بعمله بايدي، انا متعود ان انا وبعدين انا بحب اعمل مع الوقت خلاص بتعود عليه، بتاخد لك ساعتين ثلاثة بالكتير ولكل ماتش وخلاص. بس ده كويس كده تحترم شغلك طبعا. يعني انت لازم برضو تدي شغلك عشان ربنا يكرمك. صحيح. فانت النهارده لما تقعد تعمل الشغل ده كله هتلاقي الدنيا اختلفت معاك كتير قوي. ده اللي انا شفته بره. خلي بال حضرتك الفيديو اناليسيس بره مش مجرد احنا بنقطع وخلاص، احنا بنقطع كل تمرينه، بنفرج اللعيبه ربع ساعه بس قبل كل تمرينه، ابني على بنا ابني على بنا ابني على بنا تك تك تك، لان انت عندك نوعين بسرعة. عندك اتنين نوعين من اللعيبه، في لعيب عينه بتلقط فيتعلم، وفي لعيب عينه تلقط بس ما يتعلمش، لما ينزل يطبق يتعلم. فانت لميت الفرقه كلها وكلهم اتاكدت ان كلهم خدوا نفس الاستفاده. بالظبط كده. كابتن محمد انا بشكرك، انا اللي بشكرك كابتن عيسى النهارده كان جميل جدا، يمكن يعني طلعنا منك حاجات كتير مع يعني ناس ما تعرفهاش، يعني حاجات حتى الولاد ما سمعوهاش منك اول مره او يسمعوها منك اول مره. انا بشكرك. ربنا يخليك يا كابتن عيسى، الف مبروك. ربنا يبارك. اتمنى ليك بطوله الجمهوريه ان شاء الله باذن الله. تحدي صعب بس انت ان شاء الله باذن الله. احنا بنحب التحدي جدا جدا جدا. نورتيني وشرفتيني يا كابتن. شكرا كابتن عيسى، ربنا يخلي حضرتك. شكرا اعزائي المشاهدين، ده كان ختام حلقتنا النهارده، حوار مع كابتن محمد مجدي ابو فريخه المدير الفني لفريق 16 سنه ناشئين بالنادي الاهلي، واللي حصل على بطوله القاهره وبدون ولا هزيمه. اشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه، وانتظروني في حلقه جديده من الابطال.